طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في كورس ABC Inviting a Medical CV. أنا عنوان ناصف، Pediatric Resident في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة في جدة، أو زي ما يعرف يسموه مستشفى الملك فهد العسكري. طيب، اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن CV. طبعا هو CV واحدة من CV أو السيرة الذاتية، هو واحدة من أكبر الحاجات اللي ممكن ومهم نكتبها بطريقة صحيحة، لأن ببساطة هي الشيء اللي يعبر عننا، اللي يعطي عننا انطباع حتى قبل ما أي أحد يشوفنا. يعني إحنا لو قدمنا لأي وظيفة أو أي مقعد في الريزدنسي أو أي مكان، أول حاجة يطلبوها هي CV، فضروري نكتبها بطريقة صحيحة تعبر عننا وعن ذواتنا بشكل إيجابي. طيب، افتكر دائما انه لما تيجي تكتب السي في، افتكر انه في ناس مره كتير بتنافسوا معك على نفس المكان، فعشان تكون مميز بينهم وعشان تدخل مقابله الشخصيه وانت افضل منهم او مميز عنهم، لازم تبدا بكتابه سي في كويس. فاليوم ان شاء الله احنا راح نتكلم عن اساسيات السيره الذاتيه، بدون ما يعني هو في السيره الذاتيه ما في شيء صح ما في شيء غلط، احنا بس حنتكلم عن الاساسيات، وكل واحد أو كل أحد حيقدر يكتب السي في بالطريقة المناسبة له واللي تناسب يعني إمكانياته. طيب، قبل ما نبدأ، أول حاجة أحب أشكر منحنى التعلم أو ليرنينج كيرف، هم أحد الحسابات في تويتر اللي ما شاء الله مرة مجتهدين، عندهم دورات مرة كويسة وإيجابية. أنا شخصيا استفدت منهم، وأنصح يعني أنصح الإنترنز أو الستودنتس أو أي أحد يتعامل معهم. اي حاجه ممكن تحتاجوها في اي تخصص ممكن تلاقوه، يعني هم ما هم ريليت للبيدياتريكس او بس السيره الذاتيه. هذه 3 كورسات قريبه صراحه عجبتني، وحبيت اني يعني اضيفها معايا في البرزنتيشن تبعنا. طيب، حسابهم في تويتر، لينك التسجيل. طيب، اليوم راح نتكلم عن نقاط الهيئة، ال20% اللي كثير مننا يسمعها بس ما نعرف بالضبط ايش ممكن يطلبوا مننا. حنتكلم كيف نكتب السي في في يعني طريقة احترافية، او اساسيات السي في. حنقول كيف ممكن نبين نقاط قوتنا ونخفي نقاط ضعفنا، وحنتكلم عن امثلة يعني اخطاء شائعة ممكن نغلطها سواء في نقاط الهيئة اللي هو البورتفوليو او في السي في نفسه. تمام. طيب، بداية لما نكتب أي سي في، إحنا لازم دائما نكون صادقين، ما ينفع نكتب حاجة ما هي موجودة فينا، لأنه هذا أولا حرام وما يرضي ربنا. ثاني حاجة مهم إننا إحنا لما نكتب أي سي في لازم نكون عارفين كل كلمة، يعني إحنا ليش بنكتبها. ما ينفع نكتب السي في بس عشان نكتبه أو بس نعبيه، هو ما هو تشيك ليست نعبيه. طيب، كمان عشان يكون السي في تبعنا مكتوب بطريقة محترفة، غالبا يعني افضل طريقه ممكن تعرف فيها اذا السي في حقك كويس او لا، اتخيل انك انت بتقرا السي في، عندك احد بيتقدم للوظيفه اللي عندك او البوزيشن اللي عندك، اتخيل انك انت اللي حتقبله. ايش حتحب تشوف في السي في؟ الاكيد انك تبغى تشوف يعني تصميم بسيط مرتب ما هو مكلف، الوان مريحه للعين ما تكون الوان قويه او مزعجه، تحب الخط الواضح ما هو خط كبير يعني يكون عفش او خط صغير مو باين، والاكيد انه تبغى سي في سهل القراءه. طيب، كمان في نقطة مرة مهمة نعرفها، ما في فورم أو نسق معين لازم نتبعه كلنا، ما في سيرة ذاتية صح أو غلط، هي أساسيات لو كتبناها صح بعد كده إن شاء الله أي سي في ممكن نكتبه حيكون صح. تمام، إحنا اليوم إن شاء الله بس حنتكلم عن الأساسيات هذه. طيب، مين يحتاج السي في؟ يعني هل الانترن بس اللي حيسوي سي في؟ هل السين اللي هو في سنة سادس؟ هل اللي بس بيقدم على الوظيفة؟ لا، انا انصح دائما الشباب وانصح اي احد يكلمني انه يبدا يسوي سي في من سنه ثانيه او ثالثه طب. مو مشكله، انا عارف كثير حيقول احنا لسه ما عندنا ولسه في حاجات كثير ما شاركنا فيها، اتس اوكي. اكتب السي في وابدا اكمل كل فتره اشوف ايش ناقص، وحلو انك تعبيه، اصلا انت حتتحمس انك انت تعبيه. طيب، زي ما قلنا حلو، مهم نبدا نجهز السي في من بدري ونشوف ايش ناقصنا، ونفضل دائما نكمل عليه ونكمل النواقص اللي عندنا. كمان نقطة مرة مهمة، السي في لما نكتبه ما ينفع انه انا از ريزيدنت اكتب سي في زي الانترن اللي يكتبه، زي الستودنت، زي الكونسلتنت لما نقدم على المستشفى، زي الفيلوشيب لما نقدم على تخصص دقيق ان شاء الله بعد الريزيدنسي. طبعا انا از انترن
ابغى ابرز في السي في اهتمامي بالتخصص، بس از ستودنت مثلا ابغى اتقدم لرئاسه النادي الطلابي، هنا لا، حيكون اي حاجه اسويها حتكون مفيده لي. تمام، كمان اذا كنت كونسلتنت ما ينفع اني اكتب مثلا، او ما احتاج اني اكتب اني شاركت في اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز او حملات او ايا كان. فعشان كده دائما لما نجي نكتب السي في نسال نفسنا احنا ايش مقدمين عليه وايش نحتاج نبرز في السي في هذا. تمام، طيب اخيرا قبل ما نبدا نتكلم على التفاصيل، لا تكتب ابدا شيء مو متاكد منه حتى لو كان صحيح. اذا انت ما تعرف ايش صار في الحمله هذه او حضرت مؤتمر وما تعرف الكونفرنس هذا عن ايش كان يتكلم او ايا كان، يفضل انك ما تكتبه، لانه اي احد ممكن يسالك اي حاجه في السي في، طيب وحيكون شكلك مره مو حلو انك انت ما تعرف تجاوب السي في تبعك. تمام، بسم الله نبدا. طيب اول حاجه، الحاجه اللي دائما يعني الناس بيسالوا عنها، البورتفوليو حق التقديم على الهيئه. طيب التقديم على الهيئه احنا عندنا طبعا 3 حاجات كلنا عارفينها، اختبار الهيئه عليه 50%، الجي بي اي عليه 30%، النقاط التقديم عليها 20%. طبعا اختبار الهيئه حسبته سهله، دائما يعني دائما لما تكتب عن اختبار الهيئه، انت مثلا جبت 80 خلاص، 80 على 2 40، سواء عندك 40 درجه من ال 100. طيب جبت 90، 90 على 2 45، وعلى كده. الجي بي اي له طريقه يعني لكل رقم في المعدل، اذا كان من 4، اذا كان من 5، اذا كان تحت 3.5، اذا كان اكثر من 3.5، لكل معدل فيه حسبه. طيب يفضل انكم تشوفوها او تحسبوها من موقع الهيئه. طيب اليوم احنا حنتكلم بريفلي عن النقاط، كيف نجمعها او كيف نكتبها بطريقه صحيحه او كيف نجمعها بطريقه صحيحه. طبعا اي حديث تخرج، اي احد انترن الان ما هو سيرفيس، ما تخرج السنين اللي فاتت، يقدر يجمع ماكسيمم 14 نقطه. لان العام الماضي كان غالب الدفعه ياخذوا 12، لكن 5% من الدفعه كانوا ياخذوا 14 نقطه اللي هم حقون قائمه العميد الشرفيه. السنه هذه قائمه العميد الشرفيه الغيت، فصار الكل كل الدفعه اللي الان انترنز يقدروا يلاقوا 14 نقطه، ما في اي انترن حيلاقي اكثر من 14. طيب حيكون في 6 نقاط على ما بعد التخرج، نقطتين اذا كان عندك اي ماجستير او دكتوراه او دبلومه ما بعد الطب، ونقطتين اذا انت كنت موظف وعندك عقد وظيفي زي اللي مثلا تكون سيرفيس وموقع على تشغيل ذاتي او خدمه مدنيه، حتاخذ نقطتين. الحاجه الثالثه، النقطتين الاخيره اللي ممكن تاخذها، هي انك انت تشتغل في تخصص لمده 6 اشهر. يعني مثلا انا ابغى اقدم ديرما ما انقبلت السنه هذه، بعد الامتياز اشتغل 6 شهور دائما فيعطوني نقطتين زياده. طيب فهذه الـ3 نقاط الانترنز ما حيقدروا يلاقوه. احنا حنتكلم مين عن الريسيرش والحملات والسترونج انترست. طيب راح نبدا من السترونج انترست بحكم انها هي اسهل واحده. طيب في السترونج انترست المهم انك تفهم حاجه واحده، انه خمسه مدن بنفس التخصص، يعني مثلا بيدياتريكس جدة، مكة، الطائف، الرياض، أبها. أنا كده حاخذ 3 نقاط تلقائيا، ما يحتاج أبدا إني أقلق بخصوص الـ3 نقاط هذه. طيب طيب لو كان تخصص مثلا زي النيو سيرجري ثينك إنه في بس منه ثلاثة أو أربعة أماكن في السعودية، لو حطيتها كلها راح تاخذ النقاط كاملة. طيب يعني لو حطيت أنت أي سبيشاليتي فيه له يعني أقل من 5 مدن في المملكة، انت هنا حتاخذ النقاط كامله. بلاستيك سيرجري اي ثينك انه بس 3 في السعوديه، فلو حطيت 3 راح تاخذها. ماني متاكد من الارقام لكن هو نفس المبدا. طيب هذا بخصوص الـ3 نقاط، الكل يقدر ياخذها ومره سهله. طيب الحاجه الثانيه، الحملات. طبعا انت تحتاج حملتين، كل حمله بنقطتين ونص. طيب يعني للاسف انه الحملات كلنا عندنا منها، لكن كثير مننا بيضيع النقاط فيها بشكل مره سهل. طيب ليش؟ لانه ببساطه هو بينسى الختم او بينسى اي حاجه. حاوليكم هي بمثال على الشهاده انا قدمتها العام الماضي، وحاقول لكم ايش الشروط بشكل واضح. طيب عفوا، الريسيرش اخر حاجه وهو كمان اهم شيء. السنه هذه صار 6 نقاط، العام الماضي كان 4 نقاط. طيب الـ6 نقاط هذه منها نقطتين ببساطه كده اذا انت كنت داتا كوليكتر او شغال على بروبوزل. طيب حتاخذ نقطتين. 4 نقاط حتكون على النشر تبعك. طيب والنشر لازم يكون يعني في مجله معترف بها في السعوديه، او تكون مجله يعني
معترفة في الباب ميت أو أيا كان. طيب النقطتين الأولى اللي هي النقطتين، يا يعني إنك داتا كوليكتور يا يعني إنك مشارك في البروبوزل، هنا النشر ما هو مهم، هنا أهم شيء إنك أنت كتبت بروبوزل وانقبل وأخذت عليه إثيكال أبروفل. هنا أوراقك كاملة حتاخذ نقطتين أكيد إن شاء الله، أوراقك ما هي كاملة هنا ما حتاخذ نقطتين وحتلغى عليك النقطتين كاملة. طيب الأربع نقاط الثانية، طبعا الكيس ريبورت ما تنفع في النقطتين الثانية، واحد من أكثر الأسئلة اللي تيجي دائما، الكيس ريبورت ينفع في الريسيرش أكتيفيتي؟ لا ما ينفع في النقطتين الأولى، ما ينفع الكيس ريبورت النقطتين الأولى. مرة أخيرة لازم يا يعني إنك تكون كتبت بروبوزل أو عندك داتا كوليكتر، وما يحتاج إنها تكون منشورة، ما يحتاج إنه الريسيرش هذا يكون منشور. تمام. طيب حفصل لكم إيش حنحتاج نرفع في موقع الهيئة. الحاجة الثانية نقاط النشر، هي أربع نقاط، هنا الكيس ريبورت ينفع. تمام، كيس ريبورت، أي بحث، أي بحث عشان ما تتعي نفسك، أي بحث طيب سويته في السعودية بإشراف استشاري سعودي أو طبيب سعودي جامعي، هنا تقدمه وينقبل إن شاء الله، بس لازم تعرف إيش هي الشروط. طيب كمان لازم تعرف أنت إيش حتقدم في موقع الهيئة. طيب بالنسبة للنقطتين الأولى، أنت تحتاج تجهز ثلاث أوراق. الورق الأول هو البروبوزل. طيب البروبوزل لازم او يفضل كل صفحه تكون مختمه وموقع من الاستشاري اللي انت سويت معه الريسيرش. تمام، يكون في اسمك طبعا، يكون في معلوماتك كامله، ويكون في البروبوزل وموقع مختم على كل صفحه، حترفعه كامل لموقع الهيئه. الحاجه الثانيه المهمه الإثيكال أبروفل، مره مهم. الحاجه الثالثه اللي كمان كثير يغلطوا فيها هي الشهاده، وانا حطيت شهاده هنا، شهاده حقت رفعتها العام الماضي وانقبلت، وحاقول لكم ايش التفاصيل المهمه اللي لازم يعني يو نيد تو بي اوير. طيب بعدين الاربع نقاط حقت النشر، هذه طبعا يعني الكل ممكن ياخذها، هي مره سهله، كيس ريبورت او اي حاجه. طيب مهم انك تحتاج ترفع ثلاث حاجات، اللينك تبع الريسيرش، وتاكد انه اللينك مره صحيح، لانه لو اي كلمه غلط او اي حرف غلط في اللينك او لو ما فتح يعني ما حتاخذ النقاط الاربع. تمام، الحاجة الثانية اللي تحتاج ترفعها تاريخ النشر. الحاجة الثالثة هو اسم الريسيرش، دي المعلومات تتأكد انك تكون كاتبها مرة كويس، لأنه أي غلطة ممكن تضيع عليك النقاط. طيب طيب هذه الشهادة اللي قلت لكم عنها، طبعا الاسم ضروري يكون مكتوب زي ما هو مكتوب في الجواز، ممكن تبدأ باسمك الأول عادي، لكن لازم يكون مكتوب زي الجواز، زي الجواز تبعك. طيب ممكن يكون عندك اسمك غلط في الجواز، افضل عدل الجواز قبل التقديمات. انا كان اسمي مكتوب بطريقه خطا، رحت الجوازات كلمتهم عدلوا لي اسمي واخذته على طول، فضروري لما تجي تقدم على الهيئه يكون اسمك مكتوب صح زي الجواز، واوراقك كلها متطابقه بنفس الطريقه. طيب تقدر مثلا تكتب دي ار عمرو عبد الرحمن ام ناصف، مو شرط، بس انا كتبتها زي الجواز، قالوا لنا افضل يكون كذا. طيب طبعا مره مهم اسم الريسيرش. تمام، الـ IRB number مرة مهم. طيب هذه الحاجات مرة مهم تكون موجودة في الشهادة. بعدين دورك في الريسيرش، أي شهادة بحث سواء كنت داتا كوليكتر أو كو أوثر لازم يكون دورك موجود فيها. طيب بعدين معلومات الكونسلتنت أو الدكتور اللي اشتغلت معاه، والختم حق الجهة اللي حقت يعني الجهة الوظيفية للدكتور. طيب ممكن تعملوا سكرين شوت لو حابين، هذه حتحتاجوها قلنا في النقطتين الأولى، الشهادة هذه لازم تكون مرفوعة ولازم تكون صحيحة بشكل كامل. طيب هذه الشهادة اللي رفعتها العام الماضي للحملات، كمان مرة ثانية الاسم مكتوب بنفس الطريقة زي الجواز، بداية من اللقب إلى النهاية. طيب الهيئة تقول ممكن نكتب أورجنايزر أو سبيكر أو أيا كان، بس أنا فضلت أكتب أورجنايزر لأن معظم الدفعات اللي قبلنا كان نكتب أورجنايزر، فحسيت إنه متعارفة في الهيئة ففضلت إنها تكون أورجنايزر. اسم الحملة هنا موضح ومبين ان هي للعامه، وهذا شرط من شروط الهيئه ان الحمله تكون للعامه، ما هي للميديكال ستاف او المنشآت الطبيه. طيب عدد الساعات التطوعيه مو مهم، لا تفكروا فيها كثير، عند سوبرفيجن اوف، هذه مره مهمه، الجهه المنظمه مره مهمه. طيب لازم تكون تحت منظمه تعليميه او منظمه تطوعيه، ولازم تكون الختم حقها موجود، هذا ختم الجامعة وهي under supervision of أم القرى University. طيب
الأختام كلها تكون موجودة، الشهادة لازم تكون مكتوب بالطريقة هذه، ولو نسيته أو لخبطته ممكن تمشوا على نفس الطريقة اللي أنا كنت العام الماضي أسويها، وكنت أفضل دائما إني أسويها، إني أجيب كتيب الهيئة، ممكن تكتب في جوجل كتيب هيئة التخصصات الصحية لعام 2021، حتلاقي ال 20 نقطة كيف مفصلة، وكل نقطة كل نقطة أو كل حاجة مطلوبة منك إيش المطلوب فيها، كيف تنقبل كيف ما ممكن تنقبل. طيب، فهذا أفضل طريقة ننصح بها، وطبعا التاريخ لا تنسوه، المكان. طيب، هذه أفضل طريقة ننصح بها، إنك أنت تجيب الكتيب وتراجع شهاداتك، لأنه حقيقي حقيقي في أنا أصحابي كثير بعضهم نسي الختم وراحت عليه النقاط، بعضهم نسي المكان، بعضهم الحملة ما كان باين فيها إنها هي موجهة للعامة، هذه الحاجات كلها مرة مهمة. طيب، بعضهم كان مكتوب هنا مثلا اي حاجه ما هي اورجنايزر او ما هي سبيكر وراحت عليك. طيب، فالافضل انك انت تجيب الكتيب وتراجع مع الدفعات اللي قبلك، يعني انا مثلا هذه الشهاده انقبلت السنه اللي بعد، يعني في واحد من الشباب اعرف وقدمها في 2020 انقبلت، فانا قلت اقدمها في 2021. طبعا شرط مره مهم انه الحمله ما تكون اقدم من 5 سنين، يعني انت ان شاء الله حتقدم في 2022، افضل ما تكون الحمله قبل 2018، وانا احس انه افضل كمان كل ما تكون الحمله جديده كل ما يكون افضل. طيب، هذا بالنسبه للحمله وبالنسبه للشهاده اللي قبلها. اللي عنده اي سؤال اي حاجه ممكن يكتبها في الشات بعد ما نخلص ان شاء الله نجاوب، او نهايه البرزنتيشن نجاوب على كل اسئلتكم ان شاء الله. طيب، هذا بالنسبه لنقاط الهيئه كامله وكيف ممكن تجيبوها، وايش الحاجات اللي ممكن تقدروا تجيبوها وممكن ما تقدروا تجيبوها. طيب، يعني اي ثينك انه الكل ان شاء الله يقدر يجيب على الاقل 14 نقطه. طيب، الحاجه الثانيه هي السي في. طبعا في السي في احنا عندنا كومبوننتس وكاتيجوريز مره كثير، حتلقى الناس كثير مره يقولوا لك السي في ده كذا صح، السي في المفروض احنا ما نحط كذا، المفروض ما نسوي كذا، كله يعني زي ما قلت لكم قبل كذا ما في شيء غلط وما في شيء صح، هو يعتمد كثير على الجهه اللي انت مقدم عليها، ويعتمد كثير على الطريقه اللي انت تبغى تبرز فيها السي في تبعك، لكن المهم دائما انه احنا يعني نعرف الاي بي سي او البيزكس حقت كتابه السيره الذاتيه، بعدين نبدا نكتبها. يعني مثلا ما ينفع انك انت بيرسونال انفورميشن تحطها في الثاني بعدين ايدوكيشن الاول، هذا مره ما ينفع. ما ينفع انك انت مثلا ريسيرش تحطه مكان الهوايات والهوايات مكان الريسيرش، هذه اساسيه. فالترتيب هذا مو شرط انه يكون صحيح 100%، يعني حتلقى احد مثلا يقول لك انا احط الريسيرش قبل اللايسنس، اتس اوكي. طيب، هذه ما تفرق كثير، لكن ما ينفع انك انت تحط الريسيرش مكان مثلا الحملات، لا، الريسيرش اهم من الحملات، فمهم انها تكون في البدايه. بيرسونال انفورميشن لازم دائما في البدايه، ريكومنديشنز وريفرنسز لازم دائما في النهايه. نقاط القوه والضعف هذه عليها كونفليكت انا شخصيا ما احبها، فعشان كده حطيتها على الجريه وحنعلق عليها. كمان الاوبجيكتيف، تمام؟ حنعلق على كل النقاط هذه ان شاء الله. طيب، راح ناخذها كل نقطة لحالها ونفصل ليش نكتب ده وليش ما نكتب وايش الأفضل دائما. أول نقطة هي personal information، دائما يفضل إنه إحنا نحط nationality في أي حاجة، حتى لو واحد قال لك ما هي مفيدة، مهم إنك أنت لما تقدم على أي وظيفة حتى لو كانت خصوصا لو كانت برايفت، مهم للناس يعرفوا إيش جنسيتك. طيب، date of birth، place of birth كثير يقولوا ما هي مهمة، حتى المرايتل ستيتس كثير يقولوا ما هي مهمة، ما هي شيء مهم إنه ينكتب. بس انا شخصيا طالما الناس يعني كثير في الوظائف بيقولوا اكتبوها، فالافضل اكتبوها. الديت اوف بيرث يعطي انطباع انت متى تخرجت، انت مع دفعتك، انت متاخر عن دفعتك، انت يعني كنت من الطلاب اللي ما شاء الله شطار ايام المدرسه وصغروا سكيب لي سنه، هذه كلها ياخذوها انطباعات من الديت اوف بيرث. بليس اوف بيرث ممكن يشوفوا منها نشاتك، انت فين اتولدت، انت فين عايش الان، ايا كان. طيب، مرات الستاتس هذه كثير عليها كونفليكت، بس أنا شخصياً فضلت أكتبها عشان ما أنقص على نفسي. فون نمبر أند إيميل، هذه طبعاً مرة مهمة وحنقول كيف نكتبها بطريقة صحيحة ومحترفة. طيب، الإيدوكيشن أو المؤهلات العلمية، في ناس يقولوا نسميها ميديكال إيدوكيشن، في ناس يقولوا إيدوكيشن، اللي يريحك. لو أنت حتكتب شيء غير غير الميديكال أكتبها إيدوكيشن، لو بس حتكتب ميديكال أكتب ميديكال إيدوكيشن. طيب، طبعاً دائماً لما نكتب أي شيء في السي في نبدأ من الأحدث للأقدم. انا تخرجت 2020، خلاص 2020 الكليه، 2021 اخذت ايلتس، فاجي 2021 احط ايلتس واحط الدرجه تبعي، 2020 الكليه وهكذا. طبعا نحط فيها اي حاجه ممكن يكون اخذناها بعد التخرج زي الدبلومه او اي حاجه،
يونيفرسيتي او الجامعه او الباتشلر ديجري. المدرسه في ناس يقولوا حطوها، في ناس يقولوا لا تحطوها، انا شخصيا افضل احطها عشان يبان لو انا كنت يعني دخلت الجامعه على طول، اتاخرت عن الجامعه، كنت في بعثه، انقبلت في الكليه متاخر، ايا كان، فانا شخصيا افضلها. ايلتس، توفل، اي حاجه تانية ممكن تكون عليها اخذت شهاده علميه. طيب هنا جي بي اي اوبشنال، يعني كثير ناس يقولوا لا تحطوا جي بي اي، كثير ناس يقولوا لا تحطوا جي بي اي، كثير ناس يقولوا حطوه. انا شخصيا اقول لك حط جي بي اي اذا كان جي بي اي كويس، طيب اذا ما كان كويس ممكن ما تحطه، لكن في كل الحالات انت راح ترفع اوراقك. يعني لما تقدم على اي مستشفى حيقولوا لك نبغى السجل الاكاديمي تبعك، نبغى درجه اختبار الهيئه، نبغى كل حاجه، فسواء حطيته او ما حطيته حيوصلهم الجي بي اي. طيب صيغة الكتابة graduation date، يعني أنا تخرجت 2020، سنة الامتياز ما تعتبر من سنين الكلية، إحنا الأطباء أخذنا 6 سنين، فنقول 2020 أتخرجت الجامعة أو الكلية لو كانت زي ابن سينا أو البتلجي، البلد لو أنا كنت مبتعث مرة مهمة، طبعا المدينة مهمة، واضح؟ زي ما قلت لك لو بتحط جي بي اي تكتب وذ جي بي اي، وتكتب الجي بي اي حقك على حسب من كم. يعني مثلا احنا في ام القرى جي بي اي تبعنا من 4، جامعه الملك عبد العزيز من 5، فمهم انك انت تكتب الجي بي اي تبعك كم من كم، ما ينفع تكتب بس الجي بي اي حقك 3.2، هو 3.2 اوت اوف 4 ولا 3.2 اوت اوف 5، فمهم انت تكتب كم من كم. طيب awards and honors، اي جائزه هنا ممكن اخذتها حتى لو كانت ايام الثانوي، كثيرين ناس يسالوني طب يا دكتور احنا لو اخذناها ايام الثانوي، لو اخذناها في التحضيري، لو ايا كان، اي جائزه تحب توريها للناس او تحب انك تظهرها هذا مكانه. طيب طبعا قائمه العميد اللي لحقها، اذا انت كنت عندك مرتبه شرف اولى او مرتبه شرف ثانيه، طبعا لها كتابه ثانيه، هو انك انت تحطها في الادوكيشن. يعني مثلا تقول انا تخرجت من جامعه ام القرى with جي بي اي 3.8 out of 5 with first degree honors، فممكن تحطها مع الادوكيشن، ممكن تحطها مع awards and honors، أهم حاجة ما تكررها. خلاص أنت ممكن تحطها تحت، ممكن تحطها فوق، تمام؟ قدمت بوستر وأخذت عليه جائزة ونجحت أو أيا كان، تحطه هنا. كنت قدوة الكلية أو قدوة الجامعة كمان تحطها هنا. كنت في مدرسة بحثية الريسيرش تبعك فاز بالمركز الأول، بالمركز الثاني، بالمركز الثالث، أيا كان، تحطها هنا. وأي عموما جائزة تبغى تظهرها تحطها هنا. يكفي إنك أنت تكتب تاريخ الجائزة واسم الجائزة، وإذا كانت أصلا في كونفرنس أو شيء تكتب اسم الكونفرنس. طيب طيب الانترنشيب، طبعا هذه واحدة من الحاجات اللي على كونفليكت كتير، هل أكتب الانترنشيب حقي كله ولا بس الانترنشيب للتخصص اللي أنا قدمت عليه؟ أنا أقول لك الأفضل إنك أنت تكتب الانترنشيب بس التخصص اللي أنت قدمت عليه. طيب لأنك أنت لو حتكتب الانترنشيب حقك حق 12 شهر حتاخذ صفحة كاملة، والسي في إحنا ما نقدر نعبيه، يعني ما ينفع نزود صفحات على غير فايدة. طيب فالمهم دائما في السي في انه احنا حتى كانت صفحاتنا كثير لكن مهمة، اتس اوكي okay. بس ما ينفع تكون كثير ما هي مهمة او قليل ومضغوطة. طيب ف فور مي دائما افضل انك انت تكتب التخصص اللي انت انقبلت فيه له وفين كنت، فين سويته. بمعنى انا مثلا سويت البيدياتكس تبعي، انا قدمت بيدياتكس العام الماضي، سويته في مستشفى الملك فهد. فالمهم هنا اني انا اكتب مثلا جانوري فبراير 2021 كينج فهد الى اخره، تمام؟ وحنقول كيف نكتبها. بعد ما نكتب فين سوينا الروتيشن تبعنا، نكتب اذا في اي اكتيفيتيز او اي حاجه مهمه، زي اذا كنت بيست انترن، تشيف انترن، سويت برزنتيشن، اي حاجه مميزه سويتها في الروتيشن تحطها هناك. طيب مانث اند يير، اذا كان شهر واحد تكتب شهر واحد، مانث واحد، إذا كان شهرين تكتب شهرين، إذا كان 3 شهور تكتب 3 شهور. طيب هوسبيتال اند سيتي مرة مهم، ما ينفع تيجي تقول أنا سويت البيدياتكس حقي ات ماتيرنتي اند تشيلدرن هوسبيتال. طب هل هي ماتيرنتي اند تشيلدرن هوسبيتال حقت مكة، حقت جدة، حقت الرياض، أي واحدة فيهم؟ فمهم إنك أنت تحدد المستشفى اللي أنت سويت فيها، أو تحدد المدينة اللي أنت سويت يعني الامتياز فيها. مثلا ما تجي تكتب ناشونال جارد هوسبيتال وخلاص، طب الناشونال جارد هي حقت جدة، هي حقت الرياض، هي حقت فين بالضبط، تمام؟ طيب طبعا كل حاجه قلناها دي حنيجي نفصلها في السي في تبعي، وحنقول لكم كيف تنكتب بالسيارة. لايسنس اللي هي رخص، اي حاجه تاخذ عليها رخصه زي البي ال اس،
اتي ليس ان ار بي في البيدياتريكس، باس في البيدياتريكس، واي دوله تاخذها عليها رخصه هنا تحطها. طيب ما يحتاج ابدا انك انت تحط متى تنتهي ولا اي حاجه، تحط متى اخذتها. مثلا انا اخذت ان ار بي 2021، خلاص اكتب ان 2021 نيونيتال سيتنج بروجرام بين قوسين ان ار بي كفايه. طيب في واحد كونسلتنت كان يقول لي الاسم اللي لو بتحطه ينحط هنا في اللايسنس، لانه درجه الاسم اللي هي رخصه عمل. انت ما حتاخذ رخصه عمل كطبيب الا لو نجحت في اختبار الهيئه. ففي ناس يقولوا حطوه، انا شخصيا ما افضل تحطه، لانه اذا انت وصلت للبروجرام وصلت للماتشنج معناتك ناجح في الهيئه. طيب في البعض يقولوا حطوه اذا كان الاسم اللي حقكم مره عالي، في البعض يقولوا حطوه لو حطيتوا المعدل، في البعض يقولوا لا تحطوه لو ما حطيتوا المعدل، فهو الطريق اللي انت تناسبك. لكن ارجع واقول لك هو زيه زي جي بي اي، لما تقدم على اي مستشفى حيقولوا لك ارسل لنا درجه الهيئه تبعك، ارسل لنا السجل الاكاديمي تبعك، ارسل لنا كل بياناتك. تمام، فاللي يريحك. انا شخصيا ما افضل اني احط الاس ام اللي في اللايسنس. اوكي، ريسيرش اند بروجكتس هنا ما حطيت عليه اي كلام، لانه حنفصل فيه في السي في وكيف الطريق الافضل او المناسب لكل واحد كيف يكتبه. ورك اكسبيرينس هنا ممكن نحط الحاجات اللي كنا احنا نسويها ايام الكليه زي الالكتيفات، مو الكتيف امتياز، الكتيف اون ستودنت. انا جيت غزلت سنه خامسه قلت باخذ سمر الكتيف في البيدياتريكس، هنا احطه. طيب اذا تطوعت في الحج بحكم انه هو تطور اكبر من الحملات فنحطه از ورك اكسبيرينس. كمان اي بروجكت انت حسيت انه هو كان يعني جود اكسبيرينس لك تحطه هنا. تحط الديت، طبعا دائما احنا قلنا الديت من الاحدث للاقدم، الاكتيفيتي اذا كان تطوع اذا كان الكتيف اذا كان ايا كان، البليس اذا انت سويت الكتيف مهم انك انت تكتب ايش المستشفى. طيب ويعني قيس على كده، بس ما حتجي تكتب انا تطوعت في الحج في الحرم، لا خلاص تطوعت في الحج خلاص. طيب ليدرشيب اند ممبرشيب كمان هذه من اكثر الحاجات اللي مره مهمه في السي في، ولازم تعرف كيف تبرزها وحنقول كيف تبرزها. زي ما قلنا من الاحدث قدم التاريخ، الاكتيفيتي، اليونيفرسيتي او الكلب او اي جهه اللي انت كنت فيها زي درهم وقايه التطوعيه في مكه، زي سماب حقت الحج والعمره حسب، فتكتب ايش الممبر شيب او الليدر شيب اللي انت كنت ماسكها. طيب برزنتيشنز هنا سوينا اي برزنتيشن واحنا ستودنتس مو احنا انترنز، او اي برزنتيشن ما كتبناه في الانترنشيب. انت لو سويت برزنتيشن وانت مثلا في الالكتيف تبعك في الانترنشيب يفضل انك انت تكتب في الانترنشيب ما تكتبه هنا. هنا برزنتيشن سويته ايام الجامعه او في الجامعه، يعني زي مثلا انت كنت انترن قدمت محاضره للستودنتس هنا تحطه. طيب او اذا كان في كونفرنس او ايا كان هذا المكان الصح، وزي ما قلنا دائما تبدا من الاحدث الاقدم والفعاليه. تمام، طيب كونفرنس courses and workshop attended اي حاجه من هذول قد حضرتهم، دائما من الاحدث الاقدم، اسم الكورس او اسم المؤتمر او الوركشوب، المكان، المدينه اذا كان كونفرنس مره مهمه. انا مثلا حضرت ساسم مؤتمر الطوارئ في الشرقيه، كان مره مهم اني اكتب فين حضرت، بس ما هو مهم اني اكتب مثلا ان انا حضرت كورس البيديا الفلاني كان زوم، ما يحتاج ان انا اكتب اونلاين او كان في الجامعه ايا كان، يكفي انك تكتب الكورس. الكونفرنس هو الوحيد اللي يكتب هو فين كان، لانه هو اكبر بكثير من الكورسات او الوركشوبس الصغيره. اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز او كوميونتي سيرفيس او الاعمال فولنتيرنج اكتيفيتي، ايا كان من المصطلحات اللي انت تناسبك. هنا الحملات، الحملات مو تطوع الحج، في ناس يحطوا الحملات وتطوع الحج مع بعض، بس زي ما قلت تطوع الحج اكبر من الحمله، اوقات ياخذ مننا اسبوع 10 ايام، في بعض البرامج كان ياخذ شهر، الحمله تاخذ مننا يوم الى يومين، فحلو انك انت تفصل بينهم ويعني تميز الحج والعمره عن اللهم صل على محمد عن الحملات. طيب من الاحدث الاقدم التاريخ، اذا انت كنت ليدر الحمله، اذا انت كنت اورجنايزر، اذا انت كنت ليدر يعني كوميتي في الحمله، زي مثلا كان في ساينتفك كوميتي، ايا كان من دي الحاجات تكتب البوزيشن تبعك. طيب اسم الحمله او اسم الفعاليه، باي ايش؟ باي بيدياتريكس كلاب، باي يو كيو يو ميديكال ستودنت كلاب، الحاجه اللي منظم الحمله تكتب ايش. طيب في ناس يقولوا مو ضروري، بس انا احس انه افضل انك انت تكتبها.
آخر حاجة أو الحاجة اللي قبل الأخيرة، الهوايات. في الهوايات إحنا لازم نكون مرة صادقين مع نفسنا قبل ما نكون صادقين مع اللي بنسوي معنا المقابلة. ما تتخيل قديش دكاترة كثير في المقابلات كثير من أسئلتهم تكون بس على الهوايات. عشان كده لو أنت كتبت إنك أنت تحب القراءة، فأنت من جد لازم تحب القراءة. أنا شخصيا كنت كاتب إني أحب، يعني one of my يعني hobbies إني أنا كنت أحب cooking. فكانت في مقابلة يمكن 30% من المقابلة كانت تتكلم عن ده الموضوع بس. فلا تستهتروا أبدا بموضوع الهوايات. أفهموا في هواياتكم كويس. ما ينفع مثلا أنت تجي تقول إني أنا أحب ألعب كورة، يعني هو شيء مرة شائع في المجتمع، وما تتوقع أسئلة ريليت للكورة. في دكتور كان يقول أنا مرة سألت إنترن مين بطل العالم عام 2002 وما عرف يجاوب، وهذا كانت مشكلة كبيرة. لأنه يعني الإنترن كان بيقول في المقابل إنه هو يتابع الكورة ويحب كأس العالم ومهتم بيها، فلما سألوا مين بطل كأس العالم ما عرف يجاوب. فضروري ضروري ضروري إنه إحنا نتوقع أي سؤال ممكن يجينا في الهوايات والاهتمامات. طيب بعد كده الريكومنديشنز والريفرنسز، هذه برضو من أكثر الحاجات اللي بنشوفها. وكثير ناس بيسألوني كيف نكتب الريكومنديشن، كيف نكتب الريفرنس، كيف نفرق بينهم، إيش يعني ريكومنديشن، إيش يعني ريفرنس. تمام. طيب الريكومنديشن هي ورقة يوصي بيها كونسلتنت أو سبيشاليست إنه فلان الفلاني كويس، مو شرط يعرف شخصيا. يعني مثلا أنا اشتغلت مع دكتور فلان الفلاني، دكتور اسمه محمد. أنا اشتغلت مع دكتور محمد أسبوعين، دكتور محمد الأسبوعين هذا شافني كويس ممكن يعطيني ريكومنديشن. هو ما يعرفني قبل المستشفى، ما يعرفني بعد المستشفى، ما يعرفني شخصيا، فهنا هو يعطيني ريكومنديشن. توصية. التوصية هي عبارة عن ورقة تاخذها من الكونسلتنت انك انت كنت كويس معه. يمكن ما يعرفك، يعني يمكن وقت المقابلات ما يكون عارفك ابدا. تمام. اما الريفرنس من اسمه هو مرجع، انت تخلي الكونسلتنت هذا دكتور محمد مرجع لك. فانا اجي مثلا اكلم دكتور محمد، دكتور محمد ممكن احط اسمك از ريفرنس في السي في تبعي؟ يقول لي ايوه. يحتاج ورقة؟ لا ما يحتاج ورقة، يحتاج معلومات التواصل وحنقول كيف نكتبها. يحتاج انك انت الكونسلتنت تكون يعرفك من جد ويعرفك كويس ويعرفك كويس ادقق عليها، لانه في دكاتره يكونوا ما هم عارفين الستودنت كويس فما بيوصوا عليه او بيوصوا عليه نتيجه ثانيه. طيب فمهم انك انت تكون عارف الدكتور كويس وهو يعرفك كويس، وزي ما قلنا ما يحتاج ورقه. هنا ممكن تخليهم الاثنين مع بعض، مثلا انت كنت تعرف دكتور في البدايه اعطاك ريكومنديشن، بعد فتره كلمته واتساب دكتور ممكن احط اسمك از ريفرنس؟ يقول لك ايوه. فايتس اوكي. طيب هذا الفرق بينهم. الريكومنديشن هي مجرد توصية والدكتور ما يعرفك غالبا، الريفرنس غالبا الدكتور يكون يعرفك مدة طويلة واشتغل معك مدة أطول وما يحتاج الورقة أبدا. طيب نقاط القوة ونقاط الضعف، هذه من أكثر الحاجات يعني كمان اللي الناس يسألوا هي مهمة مو مهمة. أنا شخصيا أشوفها ما هي مهمة، لأنه نقاط القوة أنت المفروض أنه نقاط قوتك موجودة في السي في. إذا أنت كنت ريسيرشر كويس، إذا أنت كنت ليدر كويس، إذا أنت كنت يعني شاطر ما شاء الله والجي بي إيه حقك عالي، إذا كان الاسم اللي حقك عالي، إذا كانت هذه الحاجات كلها موجودة فهي موجودة في السي في، أنت تظهرها في السي في ما احتاج أنك أنت تكتبها. بعد كده ما ينفع أنه مثلا تيجي تكتب واحدة من السيركس حقتك تايم مانجمنت. تايم مانجمنت هي هو جواب مستهلك، كل الناس يقول أنه عندهم جود تايم مانجمنت. ما ينفع أنك أنت مثلا تقول أنه أنت عندك يعني جود انجلش. على أي أساس احنا نقول انه عندنا اللغه الانجليزيه كويسه او ما هي كويسه؟ كل اللي بتخرج من كليه الطب مو شرط كلهم تكون لغتهم كويسه. فاحنا ما نقول انه معانا لغه كويسه الا لو كانت معانا شهاده لغه، او كنا مولودين او معانا جنسيه مع السعوديه. يعني مثلا اتولدت في امريكا، عشت في امريكا بس قدمت في السعوديه، ايا كان من هذه التفاصيل وقتها انا اقدر اقول انه انا انه انجليزيتي كويسه. بس ما تقدر انت بس متخرج تقول انا عندي لغه، هذه مو كفايه، خصوصا لو كانوا يتكلموا معك في المقابله وهم لاحظوا من جد انه لغتك ما هي مره كويسه، فهنا جواب انعكس عليك. ف نقاط القوه انا شخصيا ما افضل اكتبها، وترى يسالوكم عنها في المقابلات. انا سويت 8 مقابلات لما قدمت العام الماضي، يمكن 5 أو 6 مقابلات كانوا يسالوني ايش كانت نقاط قوتك، وكانوا يسالوني ايش نقاط ضعفك. كمان في السي في مو حلو انك انت تكتب نقاط ضعفك، لانك انت قاعد تحاول تخبيها. يعني مثلا انا ما كنت كويس في الريسيرش، ما كنت كويس في الليدرشيب، ما اوري الناس انه انا ماني كويس. تمام.
انا اخبي نقاط ضعفي في السي في، لكن وقت المقابله لما حيسالوك وقتها انت تعرف تجاوب، ولازم تعرف كيف تجاوب، وهذا موضوع ثاني. طيب اخر حاجه الاوبجكتيف والصوره الشخصيه. نبدا من الصوره. طبعا كثير مره كثير ناس يسالوني نحط الصوره الشخصيه ولا لا. انا شخصيا ما افضل احط الصوره الشخصيه اذا كانت المقابله اون سايت، يعني انا حروح المستشفى حيشوفوني قدامهم، ليش احط صورتي؟ طيب فما حسيت، خصوصا اذا كان السي في ورقي، يعني انا حاعطيهم ورق، ما حيكون حلوه اني انا ادبس الصوره او تتنسخ، وممكن ما تتنسخ كويس او تتصور كويس، فانا شخصيا ما افضل. اما لو كانت المقابله على زوم اتس اوكي انك انت تحط الصوره. طيب لكن انا شخصيا ما كنت احط الصوره ابدا، وكل مقابلاتي حتى اللي كانت على زوم كانت يعني كانوا يطلبوا منا نفتح الكاميرا ونفتح الكمامه، فكانوا بيشوفونا كويس، فما حسيت انه الصوره كان يعني حاجه كويسه. طيب الاوبجيكتيف، طبعا انتم عارفين كثير لما نجي نبدا الاوبجيكتيف اي ام فلان الفلاني، اي واز جرادويتد فروم يونيفرستي ريسنتلي او كرنتلي ميديكال انتر، الكلام هذا كله. بعدين انا اهدف انه يكون عندي الاوبجيكتيف حقتي بعد 5 سنين وزي كذا، هذه كلها اسئله مقابلات. اول سؤال في كل مقابله دائما اتكلم عن نفسك، فانت ما ينفع الاوبجيكتيف حقك تحرق جوابك هناك. او في بعض الاسئله يجي يقول لك في المقابله فين تشوف نفسك بعد 5 سنين، فين تشوف نفسك بعد 10 سنوات، ايا كان من هذا الكلام كله طبعا ما ينفع. فانا شخصيا ما اشوف انه الصوره والاوبجيكتيف ونقاط القوه والضعف تكتب في السي في، هي غالبا تكون من محتويات او من الكومبوننتس حقت الانترفيو تبعك. تمام، هذه ان جنرال 15 نقطه. حنتكلم كيف نكتب كل واحده، كيف نكتب السي في، السي في تبعي موجود، حنكتب كله، حنتعلم كيف نكتب ان شاء الله كلنا مع بعض. لو في احد حابب انه يجهز السي في تبعه دحين وياخذ نوتات او ايا كان يجهزه. طيب احنا راح ناخذ دحين بريك 5 إلى 10 دقائق، راح نرجع ان شاء الله الساعه 56 دقيقه، بعد 10 دقائق نتعلم كيف نكتب السي في، نخلص ان شاء الله بسرعه ونقوم نسلم. تمام. طيب بس نخلص ان شاء الله، راح اجاوب على كل اسئلتكم، شايف اسئله كثير في الشات حجاوبها كلها ان شاء الله. عشان لسه ما نكتب السي في حاجات كثير حنمشي معاها، فافضل انه نجاوب نهايه البرزنتيشن باذن الله. اكتب اسئلتكم شايفها كلها، ما تقلقوا.
طيب السلام عليكم مرة ثانية. الحين حنبدأ كيف نكتب السي في وحنطبق على السي في تبعي اللي أنا قدمت فيه العام الماضي. طبعا أنا ما حدثته للأمانة، فيمكن تلقوا غلطة غلطتين ثلاثة سامحوني عليها، لكن ما حدثته لسه. طيب راح نبدأ. دائما لما نجي نبدأ نكتب السي في تبعنا، أول حاجة لازم نعرف إنه السي في يحتاجوه كل الناس، سواء أنت كنت طبيب، كنت صيدلاني، طبيب أسنان، ممرض، فيزيوثيرابيست، أخصائي مختبر، RT، أيا كان، دائما تحتاج إنك حتى كنت ستودنت زي ما قلنا، دائما نحتاج إنه أنت يكون عندك سي في، ومو مشكلة تعبيه مع الوقت. طيب أول حاجة، في كان ناس بيسألوني إنه ممكن ناخذ الفورم تبعك. أنا ما أفضل إنه الفورمات تتوزع بين الناس، عشان لازم تكونوا مميزين عن بعض. يعني كل واحد لازم يكون له الفورم الخاص به اللي يعبر عن شخصيته ويعبر عنه هو ذاته. فأنا أفضل دائما إنكم أنتم تشوفوا السي في اللي يناسبكم، التنسيق اللي يناسبكم، الألوان اللي تناسبكم، الخطوط اللي تناسبكم، الحجم الخط اللي يناسبكم، وأيا كان. فأنا ما حأعطيكم أرقام ولا ألوان، هي البيزكس زي ما قلت لكم. الخط لازم يكون واضح، ما هو كبير ولا صغير. اللون لازم يكون مريح للعين، ما هو متعب ولا إنه يعني ما يبان. يعني هنا حطيت لون ابيض او لون شويه رمادي، يمكن شويه ما يبان. فالافضل دائما تكون الالوان واضحه، الخطوط تكون حجمها كويس. طيب انت جهزت النموذج تبعك، اخذته من جوجل، كتبته، ايا كان اللي حتسويه، تختار لون معين ومريح لعينك. يعني مثلا انا هنا فضلت اني personal information تكون لون ازرق شويه، يعني ما يكون فاتح، ما يكون غامق، انه بس يكسر شويه الابيض والاسود تبعي. كمان طبعا هم كثيرين ناس صراحه يقولوا الاسود هو الافضل، لكن انا يعني شخصيا قلت ما حتفرق عن اللون الازرق، وسالت فيها كونسلتنتس كثير وكانوا يقولوا الا افضل، يعني حتى شويه فيه تنويع. زي ما قلت لكم. حجم الخط زي ما قلنا يكون واضح، ما هو كبير ولا انه صغير. يعني ميديكال ايدوكيشن لو تلاحظوا، بيرسونال انفورميشن، انترنشيب شويه يمكن اكبر بدرجه من اللي تحتهم، وهذا بس عشان تبان النقطه انها هي نقطه الحاله. انت لو سويت نفس اللون ونفس حجم الخط يمكن شويه يصير كونفليكت او شويه كده لخبطه، انه ممكن انا ماني شايف كويس، ممكن دول داخلين مع بعض وهكذا. المحاذاه هذه من اكثر الحاجات اللي يغلط فيها الناس لما يقولوا لي نبغاك تراجع السي في تبعنا. طالعوا كلهم على نفس المحاضرة. لما نكتب السي في من اليسار لازم يكونوا كلهم من اليسار المحاضرة، وفي اليمين إذا كان السي في عربي، إذا كان إنجليش معلش عفوا يكون من اليسار. هذه مع دولة هدولة كده. المحاضرة لازم دائما تكون نفسها عشان تكون أرتب وأريح للعين. في كل سي في لازم دائما نبدأ اسمنا في الوسط الثلاثي، وكوريكولم انفايتي ما نكتبها سي في، نكتبها كوريكولم انفايتي كامله. جينا لكل صفحه، كل صفحه للسي في لازم يكون موجود او التب يكون في الاطار هذا. اهو الاطار ده كله موجود. الاسم يكون في زاويه كل صفحه، اختاروا الزاويه تناسبكم، فوق، تحت، هنا، أي مكان. أنا حطيته في اليمين وحطيت الرقم في اليسار. واضح؟ هذه لازم تكون في كل صفحة، رقم الصفحات، الإطار حوالين الصفحة، والاسم بخط صغير بس في حال إنه ضاعت ورقة، هو للترتيب أكثر من للضياع، إنه ترى هذا السي في حق فلان وهذا حق فلان. فهذه كده إن جنرال قبل ما نبدأ نعبي أي معلومة، هذه تقريبا لازم تكون الحاجات موجودة في كل صفحة. الإطار، الاسم في النص، الاسم في الزوايا، رقم الصفحة. والمحاذاة مرة مهم انكم تسووها كويس، لانه مو حلوة كلمة تبدأ هنا، مو حلوة personal information تبدأ هنا، بعدين medical education هنا، بعدين internship هنا، هذه كلها حاجات مو حلوة. معلش على الشخمطة بس يمكن عشان توضح معاكم اكثر. خلينا نمسحها. اتمنى تكون واضحة ان شاء الله كل هذه الحاجات. لو في أي أسئلة حنشوف نهاية الـ presentation. حنمشي كل واحدة وكيف نكتبها.
personal information زي ما قلنا nationality مرة مهمة, date of birth. طيب يفضل انك انت تكتبه بالسنة الميلادية عشان لو انت كنت مقدم لجهة غير حكومية او خارج المملكة يمكن ما يكونوا عارفين التاريخ الهجري, فيفضل انه يكون بالتاريخ الميلادي. place of birth, المدينة والدولة, الحالة الاجتماعية, الجوال. الجوال دائما نكتبه بمفتاح البلد, احنا بنفتح البلد حقنا في السعودية زائد 966, بعدين تكتبه رقم جوالك. طيب لازم يكون بالطريقة هذه لأنه أنت بروفيشنال إنك أنت تكتب رقم جوالك 05 إلى آخره, لا نكتبه بمفتاح البلد اللي احنا فيها. مثلا أنا عايش الآن في كندا, فنكتب مفتاح البلد حق كندا, حتى لو قدمت سيرة على شيء في السعودية هم يدقوا على مفتاح البلد. تمام. الإيميل, وهذه من أكثر الحاجات اللي يغلط الناس فيها, ممكن كثير منكم عارفها, إن الإيميل لازم يكون بروفيشنال, عمله ناصف, سنة 96. ما ينفع إنك أنت تكتب اسم دلع, عموري, حمودي, أيا كان من دي التفاصيل, هذه الحاجات ممكن تنحسب عليك. فأنت يفضل دائما إنك أنت تكتب اسمك ولقبك أو لقبك اسمك أيا كان الترتيب اللي أنت تحبه. أنا فضلت إني أضيف سنة ميلادي عشان أكون مميز في حال إنه كان حظي سيء وكان في عمر ناصف غيري, فعمر ناصف 96 ما أتوقع إنه في أحد زيي. طيب فهذه تقريبا هي الطريقة الصحيحة لكتابة رقم الجوال وكتابة الإيميل. طيب الإدوكيشن, أنا هنا كتبت ميديكال وأنا عارف إنه غلط فسامحوني زي ما قلت لكم, لأن هنا كتبت الثانوي فالمفروض إنه يكون إدوكيشن لحالها. طيب سنة التخرج كانت 2020, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery in BBS أم القرى University, اختصار كليتنا اسمه UQU UMED من مكة في السعودية. طيب الثانوي تخرجت عام 2014, اسم المدرسة والتفاصيل هذه. طيب لو كان عندي آيلتس أو توفل ححطه حسب السنة, لو كان 2021 ححطه هنا, لو كان 2015 مثلا ححطه هنا, لو كان 2012 ححطه هنا. فيعتمد دائما إحنا السي في من الأحدث للأقدم. طيب التاريخ طبعا دائما يفضل انه يكون موجود قبل الفعاليه, يعني مو حلو انك انت تكتب تخرجت بعدين في اليمين تكتب التاريخ, انت كده بتلخبط اللي بيقرا, لانه انا لما اقرا حاجه انجلش او سي في انجلش دائما حبدا من اليسار لليمين, فاول شيء ابغى اشوفه هو التاريخ. تمام. طيب بعدين عندي في الانترنشيب, انا كتبت الانترنشيب تبعي, انا سويت بيدياتريكس في جانو فيب 2021 في مستشفى جنرال بيدياتريكس, طبعا اذا انت كنت ماخذ سب سبيشاليتي تكتبه, ات كينج فهد ارمد فورسز هوسبيتال كفافه, هذا الاختصار. افتكروا كيف نكتب الاختصارات, حاعلمكم هي بعد شوي. طيب جده اسم المدينه في السعوديه. طيب كنت بست انترن, هذه من الاكتيفيتيز اللي انا كنت فيها هناك, كنت تشيف انترن. التشيف انترن هو الليدر حق الانترنز في الروتيشن هذاك. سويت كاس برزنتيشن, جات ان انترستنج كاس فكلمت القسم حابب اسويها في المورنينج ميتنج, كانت على اتش اس بي فقدمتها ديورينج المورنينج ميتنج, وقدمت محاضره. فنعرف من هنا انه في فرق بين محاضره وبين كاس برزنتيشن. محاضره يعني انا مثلا جيت كلمت الانترنس كوميتي قلت لهم انا بقدم محاضره لزملائي, فهذه اسمها لكتشر. انا لقيت انترستنج كاس زي الاتش اس بي هذه اسمها كاس برزنتيشن. طيب بعدين في سنة 2021 سويت تو إلكتيفز في مستشفى شرق جدة, يس جدة هوسبيتال جدة سعودي إليبر. كنت للتشيف انترن وهنا قدمت محاضرة اتش اس بي. تمام. ففي فرق بين المحاضرة وبين الكاس برزنتيشن. طبعا أنا ما بحب الاتش اس بي. طيب الكومبوننت الثالثة طبعا أيوه, هنا ما يحتاج إنك أنت مثلا مقدم بيديا, ما يحتاج إنك أنت تكتب فين سويت الجي اس, ايش حيكون مفيد, او فين سويت الفاميلي ميديسن, ايش حيكون مفيد للي بيسوي لك الانترفيو انك انت فين سويت هذه. حيكون مفيد في حاله واحده, او اذا هو حابب يعرف حيسالك في الانترفيو, بس لو ما حطيتها ما هو نكس على السي في. تمام. طيب كواليفيكيشنز, هذه برضو واحده من الحاجات اللي انا ما عدلتها, هذه اسمها لايسنس. طيب هذه الرخص اللي قلنا عليها في الكومبوننتس الاولى. طيب زي ما قلنا نكتب التاريخ اللي اخذت فيه اللايسنس تبعي, ما نكتب الاكسبايري ديت, ما يحتاج انك انت مثلا تكتب 2021 اخذت البي ال اس, 2023 تغلق البي ال اس حقتي, لا ما يحتاج.
خلاص الكل عارف انه بيشتغل لك بعد سنتين. طيب اذا انت جيت ان شاء الله او ما نروح بعيد، انا دحين اخذت بي ال اس سنه 2017، يحتاج احطها في السي في؟ لا، في السي في نحط الرخص اللي صار مفعوله. مثلا البي ال اس كلنا عارفين صلاحيتها سنتين، انا اخذتها عام 2020، 2022 ان شاء الله اجددها، لو ما جددتها اشيلها من السي في. وكذلك الكلام لاي رخصه سواء كانت بي ال اس، بالس، اي تي ال اس وهكذا. تمام. طيب وزي ما قلنا دائما من الاحدث الاقدم، طبعا هذه الكورسات للي مهتمين بالبيديا مهم تاخذوها، بالس وان ار بي وبي ال اس، هذه مره مهم انكم تاخذوها اللي مقدمين بيديا، زي اتوقع اللي مقدمين جي اس او سيرجري يكون لازم منهم ماخذين الاي تي ال اس. طيب يمكن احد فيكم قاعد يسال فين الاوردز اند اونرز، هي المفروض تكون تحت الانترنشيب حسب ترتيبي، انا ما فضلت اني احطها لانه ما حسيت انه كانت عندي حاجه ابغى ابرزها. طيب فاللي عنده يحطها، الشيء اللي ما يكون عندك منه يعني انت لو انت ستودنت ما سويت انترنشيب تشيلها، واضح؟ فالحاجه اللي ما عندك منها ما تحطها، او اذا انت ما عندك يعني اذا انت ما بتوري يعني الناس اللي انت تسوي معاهم الانترفيو انه عندك شيء مهم او شيء تبغى تبرزه. هذا بالنسبه للصفحه الاولى. الصفحه الثانيه زي ما قلنا اسمك حوالين كل صفحه، الإطار، رقم الصفحة، كمان النقاط، المحاذاة في كل الصفحات تكون زي بعض. طيب زي ما قلنا كمان في الورك اكسبيرينس دائما احنا نبدأ من التاريخ الأحدث الأقدم في كل السي في، في كل السي في دائما من الأجدد للأقدم. تمام. طيب أنا سويت هنا في الورك اكسبيرينس زي ما قلنا تطوع الحج voluntary participation شكل 600 بي هنا. طيب تطوع الحج، تدريب وانت ستودنت هنا تحطه، مو تحط الكتيف امتياز هنا، لا الكتيف الامتياز يكون في الانترنشيب، هنا تحط الالكتيفات، تطوع الحج، بروجكت كبير كنت شغال عليه كذا حسيت انك او اكسبيرينس حسيت انك انت اخذتها من مكان كويس تحطها هنا. طيب هنا مره مهم نعرف كيف نكتب الاختصارات او كيف نكتب عموما، هو الكتيف تريننج. طيب in pediatric medicine pediatric outpatient department انا سويت training elective في عيادات البيديا في مستشفى في الاي ام سي. طيب نكتب international medical center اي ام سي، ما ينفع نكتب اي ام سي من البدايه، يمكن اللي بيقرا السي في ما يكون عارف ايش يعني اي ام سي، فدائما لما نبغى نكتب اي اختصار، وهذه من اكثر الاخطاء الشائعه في السي في انك تيجي تكتب اي ام سي بدون ما انت تعرف ايش الاي ام سي هذه اصلا. طيب فدائما لما احنا نكتب اي اختصار في السيره الذاتيه في المره الاولى نكتبه كامل International Medical Center بين قوسين اي ام سي، بعد كده في اي مره نكتب نقدر نكتب اي ام سي. طيب هنشوفها بشكل اوضح في الامثله الجايه. بعدين نفس الشيء هنا سويت بيدياتريك ايمرجنسي إلكتيف ات ماترنتي اند تشيلدرن هوسبيتال بين قوسين ام سي اتش، هذا 2020. في 2019 كمان اخذت نفس الالكتيف كتبتها على طول ام سي اتش بدون ما احط اسم المستشفى. طيب نفس الشيء في تطوع الحج فولنتير بارتيسيبيشن ان سيرفينج عمره بيرفورمانس ان رمضان اندر سعودي ميديكال اكاديميك فور فولنتيرز سماف، يصير اي مره بعد كده اكتب سماف ما يحتاج اني اكتب الكلام الكثير ده سعودي ميديكال، لا يكفي اني اكتب سماف لاني عرفت بيها ولانه اي احد بيقرا السي في صار يعرف ايش يعني سماف. طيب طيب طبعا في الكتابة احنا دائما نكتب اسم الفعالية او المشاركة تبعنا بالبولد الباقي بالفاتح. طيب عشان كده تشوفوا اندر زمزم اسوسيشن اندر سمار ام سي اتش، هذه الحاجات دائما تكون بالفاتح لكن هذا يكون بالبولد. طيب هنا ما يحتاج نكتب عدد الساعات، ممكن بس ما فيش مجال خط كبير هنا، لكن ما فيش يعني ما يحتاج نكتب عدد الساعات، يكفي انك انت بس تكتب فولنتير بارتيسيبيشن. أنا هنا فضلت إني أكتبها بالشكلين بس عشان تشوف إنه كله عادي. طيب volunteer participation صح 72 hours صح اللي يناسبكم. طيب طيب معلش العرض اختفى.
الحين طالع عندكم؟ طيب الله يعطيكم العافية. طيب حرجع تاني من فين؟ ايوه لسه انا فاتح زوم بس ما اعرف من فين، يعني ما طلع معاكم ومن فين اختفى، ممكن احد يقول لي؟ بداية الصفحة الثانية. طيب اوكي معلش ما انت رحت. طيب خلينا نمسح الصفحة دي نعيد من جديد ما في مشكلة. طيب زي ما قلنا احنا دائما في اي حاجة نكتبها في السيرة الذاتية من الاحدث الى الاقدم. الخط هذا مرة كبير مزعلني. لا ما أعرف شو كبير، المهم هذا ليش كذا أسوي. طيب زي ما قلنا 2020 2019 18 17 دائما بنتكلم نتكلم من الأحدث للأقدم في أي حاجة تخص السيرة الذاتية. زي ما قلنا كمان إحنا لما نيجي نكتب أي سيرة ذاتية أو أي صفحة في السيرة الذاتية اسمنا في الأطراف، رقم الصفحة، الإطار اللي حوالين الصفحة. تمام؟ طيب نعيدها بسرعة. في الورك اكسبيرينس احنا زي ما قلنا نحط تطوع الحج، الاكتيفات اللي كنا مسوينها واحنا ستودنتس مو واحنا انترنز، والحاجه الاخيره اذا كان عندك يعني مثلا اكسبيرينس انت حسيت انك استفدت منها كويس او حاجه هنا تضيفها. طيب طيب حنتعلم كيف نكتب واحد وانتم ممكن بعد كده يعني تشوفوا كيف. طيب الكتيف تريننج انا هنا بقول اني سويت الكتيف تريننج ان بيدياتريك اوت بيشن ديبارتمنت في الاو بي دي في International Medical Center اللي هي افتتاحي. فنكتب لما نبي نكتب الاختصار دائما زي ما قلنا نكتب قبلها تعريف بالاختصار، يعني مثلا IMC نكتب قبلها International Medical Center. طيب هناخدها كمان تحت، انا في MCH انا سويت Pediatric Emergency معلش. شوفوا هنا Maternity and Children Hospital بين قوسين MCH. بعدها في 2019 اخذت نفس الإلكتيف كتبت بس MCH. واضح؟ فدائما لما نكتب اختصار ما نكتب الاختصار على طول، حتى لو كان اختصار معترف به له. شفتوا البي ال اس كتبت بيزك لايف سبورت، ان ار بي كتبتها كامله. دائما في السي في نبدا نكتب الكلمه كامله بين قوسين الاختصار، بعد كده دائما نكتب الاختصار عادي. اهو سعودي ميديكال اكاديميك فور فولنتيرز سمارت بين قوسين. تمام؟ في تطوع الحج هنا في الاثنين هذول كتبتها 2018 فولنتير بارتيسيبيشن. طيب 2017 كتبتها 72 hours بعد الساعات، كله صح. زي ما انت تحب تكتب الشهاده اكتبها، ما في طريقه غلط وطريقه صح، لكن الاهم انك انت مثلا ما تكتب active participation او ايا كان، لا يكفي انك انت تكتب الفعاليه خلاص. واضح؟ طيب كمان اول ما كان واضح عندكم دائما احنا نكتب الفعاليه بالبولد. شوف البولد لين هنا، بعد كده كله يصير فاتح. البولد بعد اللي فاتح، البولد بعده فاتح. طيب الريسيرش والبروجكتس اللي عليها اسئله مره كثير. طيب طبعا دائما احنا في السي في ناس يقولوا لي طيب يا عمرو احنا نحط الحاجات القديمه، في ناس يقولوا لا تحطوا الحاجات القديمه، انا اقول لكم حطوا الحاجات القديمه لحاجه واحده. دائما الحاجه القديمه اللي انت سويتها زمان تعني الاستمراريه. يعني انت لما مثلا احد يجي يشوف انك انت اتطوعت في الحج عام 2017 ومقدم للماتشنج عام 2022 حيقول هو هذا اكتف من زمان، هو ما صار اكتف دحين. طيب فالاستمراريه تكون مره مفيده للكل. طيب في الريسيرش بروجكتس ايش نحط؟ هنا اي ريسيرش طبعا او اي بروجكت، بروجكت يعني براءة اختراع او حاجه انت حسيت انها يعني حاجه يعني حاجه مميزه بيك، ما هي حمله ما هي كورس، هنا تحطها. طيب طبعا زي ما قلنا دائما من الاحدث للاقدم من اليسار لليمين، المحاذاه نفسها كالعاده ما هو كلام جديد. طيب هنا حتقول لكم ثلاثة طرق لكتابه الريسيرش وانت تختار اللي يناسبك، انا حقول لك اللي يناسبني انت تختار اللي يناسبك. ما في طريقه صح وما في طريقه غلط. طيب نبدا بالبحث الاول.
Pediatricians Awareness and Management of Pediatric Psoriasis. لاحظوا الان psoriasis هذا خلاص يكون بالبولد بعد كده جده وسعودي اريبيا بالفاتح طيب لانه البولد هو الكلام المهم فانا المهم هنا عندي اسم البحث مو مهم حاجه ثانيه الطريقه الاولى لكتابه الابحاث دائما انك انت تحط حاله البحث ودورك فيه هذه طريقه طبعا on process ongoing هذا يعني لسه submitted published الطريقه اللي انت تناسبك او الكلمه اللي انت تناسبك طبعا الدور سواء حيكون co-author, first author, data collector اي ان كان طيب انا شخصيا ما احب هذه لانه شوفوا البحث الكلام صغير بس خلاله هو في اربع اسطر فانا ما احب هذه طيب الطريقه الثانيه شوفوا في 2019 discrepancy between اسم الريسيرش مره طويل at MCH شوفوا كتبتها هنا على طول وشوفوا كتبتها بالفاتح مو بالغامق طيب هذه الطريقه اللي انا افضلها بس بين قوسين دوري في المقابله لو حيسالون لو يبغوا يعرفوا اكثر حيسالوني تمام هذه الطريقه اللي انا افضلها شوف رغم انه اسم الريسيرش مره طويل سطر تقريبا سطرين يعني الا انه اخذ اسطر اقل من اللي فوق يعني ما شاء الله تبارك الله اذا انت عندك ستة او سبعة او عشر ابحاث انا شفت كثير من الناس ما شاء الله عندهم اكثر من سبعة ثمانية ابحاث هذول لو بيكتبوا بالطريقه الاولى حياخذوا مساحه مره كبيره فحتكتر صفحات السي في وممكن ممكن ينحسب عليهم الشيء هذا بطريقه سلبيه طيب هذه نقطة نقطة ثانية أنا بالنسبة لي كفي نكتب كو أوثر ويسألوك في المقابلة سألوني في المقابلات طيب إيش سويت في البحث هذا كلمنا عن بحثك هذه الأسئلة لازم تنسألها فإتس أوكي إنك أنت تكتب زي كذا طيب الطريقة الثالثة وكمان هي يمكن أكثر طريقة شائعة بس أنا كمان ما أحبها وهو إني أحط اللينك طبعا أنت ما تحط لينك غير إنه هو اللينك غالبا يكون طويل يعني حياخذ مساحة في السي في الا انه ما حد حيفتح اللينك خصوصا لو كان ورقي يعني انا لو اخذت سي في ورقي منك ايش حينفعني اللينك فانا اي ثينك اذا انت ما تبغى كلامك ينقص الطريقه الاولى اللي هي تحط دورك وتحط دورك وحاله البحث افضل من اللينك انا بالنسبه لي اللينك انا شخصيا ما افضله لكن كل الطرق صحيحه ما في طريقه غلط تمام يعني مثلا انا لو جيت قلت عندي داتا كوليكتور كو اوثر 12 بحث تخيلوا لو جه كل واحد يحط له لينك حدخل في الصفحتين بس ريسيرش وهذا شيء مو كويس بينما انا هنا اخذت نص صفحه عندي اثنين كو اوثر وثلاثه داتا كوليكتور طيب ان شاء الله تكون وضحت معاكم في 2020 سويت مشروع اسمه ديسشارج انستركشنز لسه ما غلقت منه عند البيدياتريك ساينتفك اسمبلي اوف سعودي سوسايتي اوف ايمرجنسي ميديسين ساسم اللي انتس الاي ار اكيد يعرفوهم الجمعيه السعوديه لطب الطوارئ عندهم كده يعني كاتيجوري ما ادري سب كاتيجوري سب سبيشاليتي ما اعرف ايش يسموها اسمها بيدياتريك ايمرجنسي ميديسين ساسن طيب فانا شغال معاهم على بروجكت هنا احطه هذا مو ريسيرش هذا بروجكت اوكي بعدين داتا كوليكتر زي ما قلت لكم اذا كان اذا تبوا تحطوها ستيتس رول اذا بتحطوها ايا كان طريقه تناسبكم انا شخصيا افضل اني احطها بين قوسين طبعا ممكن احد يجيني يقول لي طب انت يا دكتور حطيت دايابيتس كومبليكيشنز وانت مقدم بيديا طبعا في الريسيرش دائما الريسيرش اكثر حاجه مو مهم تحط التخصص اللي انت مقدم عليه فيه له الريسيرش بكل طريق بكل حاجاته حلو يعني زي انت مقدم بي دي مسوي ريسيرش ميديسين اتس اوكي انك تحطه اذا انت مقدم فاميلي ميديسين تحط اي حاجه اذا الريسيرش مره حلو لانه كل الدكاتره المطلوب منهم انهم يسووا ريسيرش ويتعلموا ريسيرش كويس ولانه الريسيرش فرص ما هو اختيارات يعني مثلا انا بحضر كونفرنس اقدر اسجل في الكونفرنس اللي ابغاه بس انها تجيني فكره ريسيرش هذا شيء مو اختياري يمكن هي فرصه تجيني مثلا جاتني فرصه كاس ريبورت جاتني ايا كان من هذه الحاجات فانا اخذ الفرصه يعني هو شيء مو اختياري تمام فالريسيرش حلو انك انت تسوي ريسيرش وتضيفه دائما طيب الصفحه اللي بعدها ممبرشيب زي ما قلنا دائما الاطار والاسم والصفحه وزي ما قلنا من الاحدث الاقدم انا هنا الليدرشيب انا واحده من نقاط قوتي كانت الليدرشيب فلو تلاحظوا كثير هنا تراك ليدر بيدياتريك كلب ليدر هيد ليدر هنا حطيت ممبرشيب عشان ما يقولوا كل حاجه ليدر هنا كنت نائب رئيس النادي الطلابي عندنا في الكليه اسمه يو كيو يو ام اس سي ف شوفوا فوق فين فوق يو كيو يو ام القرى يونيفرستي ميديكال ستودنتس كلب بين قوسين يو كيو يو ام اس سي فبعد صرت اكتب يو كيو يو ام اس سي كنت ليدر حملات دكتور عبد المعين اغا اكيد كثير منكم يعرفون خصوصا
طلبة جامعة الملك عبد العزيز في مكة كنت. لاحظوا بس البولت إلى اسم الحملات، بعدها صار كله بالفاتح. كنت ليدر في ستودنت منتورينج بروجرام 2017، كنت ليدر كمان في كارير داي 2016. فأنا هنا عكست في السي في إنه أنا عندي استمرارية في الليدرشيب والممبرشيب من عام 2016 إلى 2021. طيب طبعا هنا كمان ممكن أضيف إن أنا كنت تشيف انترن في المستشفيات لما كنت انترن، لكن أكتفي إن أكتبها مرة واحدة في الانترنشيب. البرزنتيشنز، هنا أي برزنتيشن قدمته في غير الانترنشيب ممكن تحطه هنا، برضو استمرارية حلوة. طيب نفس الطريقة تكتب اسم الكورس اللي قدمته وخلاص، ما يحتاج إنك أنت تكتب تفاصيل فين قدمته، أونلاين مو أونلاين، لا ما يحتاج. طيب الصفحة اللي قبل الأخيرة، خلاص قبل ما أخلص. conference courses and workshop attended، نفس الشيء دائما التواريخ، ونفس الشيء الإطار حول الصفحة والاسم، اسم الكورس your shortcut to antibiotics course، ما يحتاج أكتب هو مين سواه ولا شيء، الكورسات ما يحتاج تكتب بس الكورسات. طيب هنا بس بالبولد لأنه ما كان في مدينة وما كان في تفاصيل، فكله عشان فعالية بس كانت موجودة هي بالبولد. ساسم طبعا أنا في البداية لو فاكرين في البروجكت عرفت ايش يعني ساسم، فحطيت على طول ساسم conference، مؤتمر ساسم اللي هو مؤتمر الجمعية السعودية لطب الطوارئ. طبعا أنا رحت عشان البيدياتريك إمرجنسي، طيب فكان جزء من المؤتمر حق الطوارئ كان في بيدياتريكس فأنا حضرته هناك. طيب كان في الخبر، هنا المؤتمر حلو إنكم أنتم تحطوه فين كان عشان تولوا الناس أو تعكس في السي في إنك أنت مهتم بالتخصص، ورحت له لين أماكن بعيدة. يعني أنا من أهل مكة رحت الخبر. تمام المؤتمر الثاني كمان حبيت اني ابينه تشايلد هيلث كونفرنس حقون جامعه الملك عبد العزيز، اكيد يعرفوه. لاحظوا انه هو بس بالبولد، بعد التفاصيل كانت بالفاتح. طبعا التشايلد هيلث كونفرنس هذا اي ثينك انه مؤتمر يتسوى كل سنه، يسويه دكتور عبد المعين اغا او بروف عبد المعين في جامعه مستشفى جامعه الملك عبد العزيز. طيب emergency medicine course برضه كان emergency medicine واحد من رغباتي فكنت احطه في السي في. في 2017 حضرت فعالية ما أدري أحد يعرفها أو لا، طبيب إنسان كانت بتنظيم جامعة الملك عبد العزيز، لاحظوا كي أي يو فوق كتبتها كاملة كينج عبد العزيز يونيفرسيتي، تحت حطيت اختصار لحاله. طيب نفس الشيء الحملات اكسترا كوليكولار اكتيفيتيز، فولنتري بارتيسيبيشنز، كوميونيتي سيرفيس، زي ما انت تحب الطريقة اللي انت تناسبك، زي ما قلنا دائما من الأحدث إلى الأقدم. طيب الاستمرارية حلوة عشان كده جبتها كلها لكل السنوات. هنا لو تلاحظوا الكارير دي طبعا هو حاجة حلوة فحطيتها حتى لو ما هي بيديا، بعد كده حطيت لاحظوا بيدياتك كلاب، بيدياتك كلاب ليش؟ عشان يبان انه الحملة موجهة للبيديا. يعني انا لو شلت بيدياتك كلاب اكتب بس هيد اوف اويرنسس كامبين. طب اويرنسس هذه هي لانترنال ميديسين، لجنرال سيرجن، البيدياتريكس، فانا كنت افضل ان انا اكتب انها بالبيدياتريك كلب عشان الناس يشوفوا انه انا سويتها في البيديا. اصحى جرو اند بلو، طبعا لاحظوا هيد هيد هيد، هذه هي الليدر شيب، هذه لما اقول لكم لازم تبرز نقاط قوتك. طيب فاذا انت كانت نقاط قوتك ريسيرش لازم تشتغل كويس في السي في انك انت الريسيرش حقك يكون كويس. طيب تشايلد هيلث تشايلد ابيوز كامبين، دونت تاتش مي كامبين، يوكيو يومي سي اللي هو يوكيو ميديكال ستودنتس كلوب. طيب هذه الكتابة. آخر حاجة الصفحة الأخيرة واللي فيها أسئلة مرة كتير قبل ما نروحها، قبل ما نروح للريفرنسز والريكومنديشنز والتفاصيل اللي فيها، الهوايات زي ما قلت لكم لازم أنت تكون يعني صادق مع نفسك وصادق مع الناس اللي تروح لهم. أنا مرة أحب التيتشنج والسي في حقي يعكس هذا الكلام، يعني أنا قدمت برزنتيشنز كتير، سويت حملات كتير، كنت في النادي الطلابي، فهذه التيتشنج والإدوكيشن كانت من الحاجات اللي أنا عندي فيها انترست. كوكينج سألوني في مقابلة من المقابلات، فيديو جيمز برضو في مقابلة من المقابلات كانوا يسألوني عن الفيديو جيمز إيش كانت لعبتي المفضلة وزي كذا. بلاينج فوتبول طبعا يمكن بعضكم يقول مستهلكة بس هي هواية حقيقية هي والقراءة. فدائما أنت لما تكتب أي هواية لازم تكون صادق مع نفسك وصادق مع الناس اللي أنت بتسوي مقابلة معاهم بدون ما تكذب، حرام الكذب وكمان ممكن يقول لك. آخر جزئية واللي عليها أسئلة مرة كتير، references و recommendations وكيف نفرق بينهم وكم العدد اللي نحتاجه وهل لازم يكون في التخصص اللي نبغاه ولا لا، وأسئلة مرة كتير. طيب
أول حاجة زي ما قلنا قبل شوية الريفرنس أقوى من الريكومنديشن، فدائما نحط الأفضل في البداية، فالريفرنس قبل الريكومنديشن. طيب الريفرنس هو دكتور يعرفك، اشتغل معك مدة طويلة، ممكن اشتغل معك في ريسيرش، يعرفك شخصيا، يعرف انك انت كويس، تبي تحط اسمه ريفرنس. طيب ريكومنديشن، انت كنت انترن في المستشفى الفلانية، اشتغلت في، حضرت 3 4 راوندات او حضرت او بي دي مع كونسلتنت، انبسط منك، اعطاك ريكومنديشن. هو ما يعرفك شخصيا، هو يعرفك بس في ذيك الفترة المحددة. طيب فهو هنا لما يجي يقول لك انا حاعطيك ريكومنديشن، ترى انا ما اعرفك، بس لما يقول لك حط اسمي ريفرنس، يعني انا مستعد اي اتصال يجيني، اي دكتور يسالني كيف فلان فلاني، ترى انا اقدر اقول انك انت كويس، وانا يعني اقدر اسوق لك. طيب فضروري ضروري يكون عندكم ريفرنس كويس لكم، خصوصا لو كان في التخصص اللي انتم تبغوه. تمام. طيب هنقول كل واحد كيف ينكتب. طيب وبعد كده ان شاء الله ناخذ اسئلتكم ونخلص. طيب طبعا انا هنا للامانه كتبت الدكتور عبد الله محمد، هذا اسم عشوائي ما هو موجود، بعدين باقي الحاجات حطيت نجوم. طيب دكتور عبد الله محمد هو كونسلتنت بيدياتكس بالمونولوجي، فمهم انه احنا دائما نقول ايش تخصص الدكتور. هو كونسلتنت، وكونسلتنت ايش؟ احنا نقدر ناخذ من السبيشالست ومن الكونسلتنت ريكومنديشن او ريفرنس، فانت مهم هنا تكتب ايش تخصصه. يمكن يكون استاذ مساعد في الجامعه، يمكن يكون بروفيسور، فانت مهم هنا تقول ايش وظيفه الطبيب هذا. طيب طبعا نكتب القسم حقه، ديبارتمنت اوف بيدياتريكس. طيب اسم المستشفى، مثلا مستشفتي انا كينج فهد ارمد فورسز هوسبيتال. المنصب حق الدكتور، اذا هو مثلا كان بيدياتريكس انترن سوبرفايزر، هذه تكون مره حلوه. اذا الدكتور مسؤول عن الامتياز اخذت منه ريفرنس، هذا طبعا شيء مره ايجابي لك. طيب بعدين الايميل، زي ما قلنا دائما، وانا هنا تعنيت احط الايميل بطريقه محترفه عشان ما حد ينسى، ورقم الجوال. هذه بالضبط الريفرنس، انه احنا نحط معلومات تواصل عشان يتصلوا عليه ويسالوه عننا. طيب في اليمين طبعا شوف المحاضرات نفسها في كل مكان، ها نفس الشيء، دكتور فلان الفلاني كونسلتنت جنرال بيدياتريكس ديبارتمنت اوف بيدياتريكس، مثلا ناشونال جارد هوسبيتال، دي بي تي اوف بروجرام دايركتور. من الدي بي تي اوف بروجرام دايركتور؟ هو البروجرام دايركتور الار تي بي. الار تي بي هو ممثل الهيئه اللي يقبل الناس في الريزنسي. الدي بي تي او الكو ار تي بي هو اللي معاه، يعني هو بارتنر الكوميتي هذه. طيب فكمان حلو اذا انتم كنتوا تعرفوا احد زي كذا. الايميل، رقم الجوال، نفس الشيء هنا في الثالث، دكتور فلان فلان كونسلتنت بيداتك كارديولوجي، هنا حطيتها دايركتور. طبعا انا تعنيت انه اجيب لكم كل السيناريوهات عشان صيغه الكتابه لو احد بيعرفها. طيب دايركتور اوف بيدياتكس تريننج بروجرام في مستشفى مثلا، اي اسم، اي اسم نحطه. طيب ام سي اتش مثلا. الايميل، رقم الجوال. طيب بعدين هذا الدكتور اسيستنت بروفيسور، الدكتور في الجامعه ديبارتمنت اوف بيدياتكس قسم طب الاطفال في ام القرى كليه الطب، بيدياتك كونسلتنت اذا كان هو موظف في مستشفى. طيب مهم ان نحطها، ايميل ورقم جوال. طبعا في المثال الاول كان بيداتكس انترن سوبرفايزر، في المثال الثاني كان كو ار تي بي، المثال الثالث ار تي بي، المثال الرابع كان اسيستنت بروفيسور، المثال الخامس هنا يعني حاولت اجيب حاجتين مع بعض، كونسلتنت جنرال سيرجن، رغم اني مقدم بيديا او اي تخصص يعني جنرال سيرجن، حطيتها بس كمثال. هيد اوف ريجنال تريننج كوميتي فور جنرال سيرجري بروجرام في الويسترن اريا او الويسترن ريجن في هيئه التخصصات الصحيه. ايش يعني الكلام ده؟ يعني انا عندي ريفرنس من ال ار تي بي حق الجي اس في الغربيه كلها. في كل تخصص احنا عندنا ار تي بي للمستشفى وار تي بي للمنطقه. طبعا ار تي بي المنطقه لو يعرفك او حاجه، هذه طبعا اسم مره كبير ما شاء الله، فممكن يساعدك كثير. طيب فحلو انه يكون عندك ريفرنس من دكاتره زي كذا. طبعا هذه كلها امثله، هذه يعني حاجات انا غيرتها، بس انا تعنيت اني اجيب لكم كل الاحتمالات عشان يعني لو احد عنده اي سؤال او اي شيء. طيب اخر مثال جبته، دكتور عادي ما كان، بس هو كونسلتنت ما عنده اي منصب او اي شيء، بس معلومات التواصل. هنا الدكتور اعطاني رقمه في المستشفى وهذه التحويله حقته، هذه كلها احتمالات. ريكومنديشنز نفس الشيء، اسم الدكتور ومعلوماته وكل حاجه، لكن بدون معلومات تواصل، لانه هذا ما هو ريفرنس. تمام.
طيب شكرا لحضوركم كلكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأتمنى من جد أن أكون ساعدتكم. راح آخذ كل أسئلتكم دحين، حدخل على الشات وأجاوبكم بالمايك. اللي حابب يعني يسمع الأجوبة اتس أوكي، اللي حابب يمشي كده تفضل، إيدي يريحكم. هذا تويتري موجود تحت، اللي حابب كمان عنده أي أسئلة في أي وقت ممكن يكلمني، اللي مهتم بيدي أو مهتم في مستشفى الملك فهد ممكن يكلمني. والأهم من كده، اللي يبغاني أراجع معاه السي في تبعه بعد ما يسويه ممكن يرسل لي. هذا تويتر الموجود تحت، كلموني في أي وقت. تمام، الله يعطيكم العافية. أنا حشوف أسئلتكم دحين وحبدأ أجاوب عليها بالمايك عشان الكل يقدر يسمع. طيب في أحد كان بيسأل لازم الشهادة تكون بالإنجليش؟ للأمانة أنا لما كنت فاتح الكتيب ما كان في شيء يقول إن لازم الشهادة تكون بالإنجليش، وفي شباب قالوا اتس أوكي تكون بالعربي. طيب فما كان في يعني شيء من الهيئة يقول إنه لازم بالإنجليش، لكن أنا شخصيا أفضل تكون بالإنجليش. أوكي، مقبولة شهادة من تطوع منصة الصحة؟ في ناس كانوا يقولوا مقبولة، في ناس كانوا يقولوا لا. الأفضل إنك تتواصل مع حساب الهيئة في تويتر وتشوف إيش يقولوا لك، عشان يعني عشان ما تحط حاجة ما هي هذا. طيب لكن منصة التطوع الصحي المفروض انها تنقبل، لان هي بتقدم تطوع للكوميونتي. طيب لازم الاسم الاخير او عادي؟ اكتب الاسم الاول قبل عكس ترتيب الزواج عادي، اهم شيء الاسم يكون صحيح ومتطابق. ما ينفع انه اسمك في الجواز او الهوية شيء وفي الشهادات تبعك او تقديمك شيء ثاني. طيب في احد بيقول لو ما عند الشخص جواز لازم يطلع ولا كيف يطابقوها؟ الافضل انك يكون عندك جواز، اذا ما عندك حيطابقوها بالاي دي. طيب بس انا اقول لك الافضل يكون عندك جواز، ولسه في وقت ان شاء الله، يعني قبل الانترفيو في وقت مره كثير، او قبل التقديمات يمكن شهر تقريبا قدامك. طيب شهاده منصه التطوع الصحي جاوبنا عليها، اي ثينك هي نفس تطوع كورونا. الاسم بالعربي والانجليش برضو جاوبنا عليه. ورك اكسبيرينس تطوعات فتره كورونا تعتبر؟ ايوه، تطوعات فترة كورونا هدول الناس اللي كانوا شغالين في الباكسين أو أيا كان، وكان مخدم مدة طويلة، تعتبر experience. يس، ما تعتبر extra curricular activity. طيب شهادة بالعربي بكشف عن أطفال دار أيتام على خطبة الدار، I think يعني هو أوكي، هي موجهة للكوميونتي، لكن ممكن خطبة الدار ما يكون جهة معترف بها زي الجامعات والحاجات الكبيرة. فأنا شخصيا أفضل لا، إنك أنت يعني تشوف شهادة تعليم الأفضل. طيب في هنا أحد بيسأل إذا ما كان عندي هوايات إيش ممكن أعمل؟ حتى لو كانت هواياتي بس أتفرج مسلسلات أو أفلام، اتس أوكي تكتبها، لكن من جد بي بريبيرد إنه أي أحد يسألك طب إيش كان مسلسلك المفضل؟ طب إيش الفيلم الأفضل؟ إيش مين ممثلك المفضل؟ أيا كان. طيب فيفضل إنه يكون عندك هوايات. طبعا الأفضل إنه يكون الأفضل إنه ما يكون عندك، ولا إنك تكتب حاجة وأنت كذاب فيها. طيب في احد بيقول اخذت ريكومنديشن بعد ما اشتغلت مع الريسيرش. يعني طيب عشان اوضح لكم السؤال مره ثانيه، في احد كان بيسال الريكومنديشن لازم يكون وقت الالكتيف ولا وقت الريسيرش ولا ايا كان؟ تقدر تاخذها او تقدر تاخذ الريكومنديشن والريفرنس من اي دكتور. يعني مثلا انا دكتور في الجامعه اعطاني ريكومنديشن، دكتور اشتغلت معاه ريسيرش مثلا، دكتور حضرت معاه مؤتمر او نظمت معاه في مؤتمر، نظمت معاه في كورس، اي احد ممكن يعطيك، مو لازم الكتيف. طيب ايش الفرق بين الريكومنديشن والريفرنس؟ جاوبنا عليها. هل ممكن اكتب في خانه الابحاث عدد الابحاث اللي شاركت فيها حتى لو ما وصلها ببلشت؟ يس، زي ما قلت لك ممكن تكتب عنها اون جوينج، اون بروسيس، سبميتد، ايا كان. طيب نقدر ناخذ العرض؟ ممكن تكلمني ان شاء الله ارسل لك هو. في ترتيب الرغبات لو حطيت مثلا بي دي اف 5 مدن، هذا معناه 5 رغبات راحت وباقي لي 5 رغبات. يس، يعني انت دحين مثلا حطيت بيديا مكه جده الطائف المدينه 5 مدن، اخذت 3 نقاط، يبقى لك 5 رغبات، مو لازم تحطها بيديا، تحطها اللي انت تبغاه. طيب بخصوص الليدرشيب، ممكن مثلا ايش الليدرشيب اللي يستاهل اكتبه؟ زي ما قلنا اي حاجه ممكن تحطها. الممبرشيب زي جمعيه سعوديه الجراحه العامه، طبعا هذه مره حلوه، مره حلوه انك تحطها، تعكس اهتمامك بالتخصص. طيب التسجيل اي ثينك انه هو بتسجل، وان شاء الله حيوصلكم على الايميل.
طيب عندي شهادات سواء تطوع او مؤتمرات دورات، بس اسمي مو نفس الجواز فما له قيمه كذا، الا له قيمه بس الافضل انك انت تعدل، يعني اي ثينك انك انت كاتب اسمك صح في الشهاده، فاطلب اطلب تعديل الجواز من الجوازات. طيب لو كله صح، يعني اسمك في الجواز صح بس في الشهاده غلط، حاول تعدل الشهاده من نفس الجهه المنظمه، كلمهم يصلحوا لك هي او يعدلوها. طيب في كل الاحوال لو ما قدرت استخدم شهادات ثانيه في الهيئه، لانه في الهيئه هو موقع رسمي لازم تحط فيه كل حاجه متطابقه وصحيحه 100%. طيب البرزنتيشنات زي ما قلنا، يفضل قلنا ايش المقصود بيها وقت الشرح، يفضل انها تكون في التخصص اللي انت تبغاه. يس طيب معلش ما كنت شايف كلامكم انتوا تقولوا انه راح. طيب تحت طيب ام سي اتش مكول جدا، مثلا ما يحتاج نكتب مثلا بعد، الا قلت لكم لما انت مثلا تكتب ام سي اتش ناشونال جارد هوسبيتال اي مستشفى، مهم انك انت تكتب ايش المدينه هذه. طيب وعموما عشان تريح نفسك اي مستشفى تكتبها حط ايش المدينه، يعني لا تخلي اللي بيسوي معك انترفيو يقول هذا سوى الانترن في اي مدينه. يعني مثلا انا اكتب كينج فهد اند فورسز هوسبيتال، مستشفى الملك فهد العسكري، يمكن اقدم في الشرقيه، يمكن بيسوي الانترفيو وما يعرف انه في مستشفى كذا اسمها، او ما يعرف انها في جده، فالافضل انك تكتب اسم المدينه دائما. لو كنت داتا كوليكتر يسالوا عن ديتيلز الريسيرش، يسالوا عن اي شيء، هيئ نفسك لاي شيء في المقابله. عشان كذا قلنا في بدايه المقابله اي حاجه سويتها وتعرفها كويس تحطها، اللي ما تعرفه لا تكذب، اللي ما سويته لا تكتبه. طيب فالافضل دائما انك انت تكون عارف كويس انت ايش سويت في السي في. بس يعني الداتا كولكتر حتى لو سالك ممكن يسالك نشره ولا ما نشره، يعني هو في النهايه ما هو بحثك، فما حتكون الاسئله اللي فيه ديب. طيب واحد بيقول كمان البرزنتيشن لازم اكون متحدث ولا عادي، لو كنت انا اللي جهزت العرض واحد ما معاي عرضه مثلا في المحاضرات التعريفيه. لا البرزنتيشن انك انت تكون سويت البرزنتيشن انك انت قدمته. طيب طبعا انت اذا انت تقصده اذا انت جهزته ممكن تحطه از اورجنايزيشن، بس ما تحطه از برزنتيشن، يعني ممكن تحطه في خانه البرزنتيشن بس تكتب از اورجنايزر. طيب هل اقدر اضيف حملات الكتيفز بس ما شهادات معتمده؟ ايوه ترى ما حد حيقول لك ابغى اشوف شهاداتك، عشان كذا نقول السي في انت تقدر تكتب فيه اللي تبغاه، ما حد حيقول لك ارسل لي شهاده الحمله الفلانيه او ايا كان. طيب فتقدر تحط اللي تبغاه، لكن يو هاف تو بي يعني صادق، ما تكون كذاب، ولازم تكون عارف انت ايش كاتب. الهوايات يعني مثلا اقرا بس مو لجنة قارئ ولا عندي مكتب، عادي تقدر تقول لهم ده الشيء في المقابل واحد سالك. طيب حتى ممكن بس يسالك انت ايش قرات، مين القارئ اللي تحب تقرا له، لكن ما حيدخل معك ديب، هو بس بيشوف اذا انت من جد قارئ ولا انت بس حاطط الكلام اي شيء. اوكي الريفرنس لا زي ما قلنا لازم يكون سبيشالست او كونسلتنت، ما ينفع ريزيدنت او فيلو، صراحه ماني متاكد بس ما ينفع ريزيدنت. طب لو كنت ليدر للجروبات بالكليه وليدر روتيشن، يس تقدر تحطه حتى لو ما على شهاده. الله يعافيكم ويسعدكم. في الريكومنديشن مو المفروض يكون في رساله ونحطها في السي في ولا بس اسم؟ في الريكومنديشن ممكن طبعا هو الريكومنديشن زي ما قلت الريفرنس ما يحتاج ورقه، في الريفرنس ما حد حيقول لك اعطيني ورقه، في الريكومنديشن لازم يكون في ورقه، فممكن يقولوا لك اعطيني هي ممكن لا، لكن جهزها. طيب وعموما جهز كل شهاداتك. طيب ممكن تحط جزئيه الريكومنديشن، حاضر الحين راجع احطها بس اغلق الاسئله. انا ما عندي هوايات مكتوبه في السي في، اذا ما عندي يعني صراحه اخاف يعتبر نقص عليك. طيب فما اتوقع، عارف ما اتوقع في احد ما عنده هوايات، فاي ثينك انك حتلاقي شيء على الاقل انت مميز فيه ولا شويه. الله يعافيكم ويكتب اجركم يا رب. لو اشتغلت اثناء دراستي في شيء بعيد عن مجال الطبيين فاحطه بالخبرات. ما افضل، هو اسمه ميديكال سي في، لكن ممكن تحطه، وانا هذا السؤال جاني في المقابلات لما كانوا يقولوا لي ايش خبراتك خارج الطب، فهنا تضيفها. لما احد يقول لك اتكلم عن نفسك ممكن تقول ايش خبراتك، او احد يقول لك انت ايش سويت خلال 5 سنين فممكن يكون جواب في المقابله. ايوه زي ما قلنا تكتب اذا انت كنت كو اوثر او داتا كولكتر او اوثر، حتى ايش نوع الاسئله اللي على البحث، اي اسئله في السي في عموما ممكن يجيك اي سؤال من اي مكان، so be prepared. يعني
الريكومنديشن الورقه اللي ناخذها بالالكتف تنحط بالسي في او يكتفي بس بالدكتور زي ما ذكر. زي ما قلت لكم في السي في تحط بس اسم الدكتور لكن الورقه تكون جاهزه معك. ما حتوثق حاجه بس يفضل انها تكون جاهزه معك. يعني لو كان الانترفيو اونلاين يفضل انه يكون عندك فايل فيه كل شهاداتك او مجلد طيب او فولدر. يعني لو حتروح المقابله اون سايت خلي معك ملف فيه كل حاجه طيب، هذا الافضل. يعني التسجيل اي ثينك انه قاعد يسجل المحاضره واي ثينك انه حتوصل لكم ان شاء الله. طيب هل نقدر نضيف جائزه الابستراكت؟ يس تقدر تحطه، فريقك البحثي جزء منك فتقدر تحطه يس. طيب حتى لو ما قدمت البرزنتيشن كيف تعرف نقاط قوتك وش البرامج اللي نقدر نسويه فيها؟ البرامج صح ما اعرف برامج، لكن نقاط القوة عموما يعني انت ادرب نفسك بيها. يعني انت تحاول تشوف ايش الشيء انت مميز فيه، او حتى ممكن تسال زملائك المقربين منك اصحابك، يا جماعه ايش تشوفوا شيء انا كويس فيه وايش تشوفوا شيء انا ماني كويس فيه. انت كده تقدر تلاقي نقاط قوتك ونقاط ضعفك. طيب درجة الاستمرارية زي ما قلنا لكم لو تبي تحطها تحطها في اللايسنس لانه هو رخصه، لكن شخصيا ما افضلها. بس في دكاتره يقول اتس اوكي انك تحطها، لكن انا اشوف لو حطيتها تحط جي بي اي، ما تحط جي بي اي بدون الاستمرارية، او اتس اوكي تحط جي بي اي بدون الاستمرارية لكن ما تحط الاستمرارية بدون جي بي اي. في كل الحالات انت حترفق درجاتك هذه كلها. لازم دكاتره سعوديين؟ لا اتوقع عادي اي احد. انا تطوعت اعطي فاكسين للناس بس كان يوم واحد مده 7 ساعات. يعني اي ثينك يعتبر يس ورك عفوا يعتبر ورك اكسبيرينس. لو عندي لغه غير الانجليش مثلا الماني تعلمته عشان ما عشان مهتم فيه فقط ما عشان تعرف يس هنا ممكن يميزك، لكن عادي جدا احد من الدكاتره اللي انت بتسوي مقابله يكون درس في المانيا الريزيدنسي او الفيلوشيب ويتكلم معك الماني، حيكون شكلك مره مو حلو اذا انت ما عرفت الماني، حيكون شكلك مره حلو اذا انت عرفت الماني. طيب فيفضل انك انت اذا فعلا تقدر تقولها. الايلتس تعتبر اضافه او نقطه سلبيه؟ صراحه في ناس يقولوا تعتبر نقطه سلبيه لانه انت اذا اخذت ايلتس معناته تبغى تطلع بعثه، لكن انا شخصيا اشوف انه الايلتس حاجه مره مفيده وتقدر تحطها. طيب تعتبر اضافه برايي. يعني الاسئله المهمه اللي تنسال في المقابله هذا يعني هذا صراحه موضوع ثاني كبير. حتشوفوا ان شاء الله حتصير له دورات كثير، حتصير له حاجات مره كثير ممكن تشوفوها، وممكن تسال الناس او تسال الناس من الدفعات اللي قبلكم يفيدوكم. اذا ما عندي ليدرشيب بياثر زي اللي ما عنده ريسيرش زي اللي ما عنده، هو يعتبر نقص شوي بس هو شيء ما هو مانديتوري. طيب ريكومنديشن كود بي اون ريكويست يس ممكن تحطها ابون ريكويست بس انا ما افضلها. ابون ريكويست يعني لو واحد سالك اللي ما يعرف يعني لو واحد سالك مثلا تكتب في السي في زي كده ريكومنديشنز ابون ريكويست، لو واحد سالك من مين اخذت ريكومنديشن تقول لهم ريفرنس عادي سبيشالست عادي كونسلتنت التسجيل الخاص بالنوع. السؤال حق وش سويت خارج الطب ايش ممكن تكون الاجابه لو كانت اهتماماتي في الطب او اهتمام عادي تجاوب عادي تجاوب اهتماماتك وتجاوب الحاجات اللي انت في بالك. يعني انا مثلا كنت احب اشتغل في الحج مع الحجاج، فهذا كان جواب من اجوبه مقابلاتي ان انا كنت احب اشتغل في الحج، وكان في المقابله دكاتره يحبوا ذا الشيء وكانوا مبسوطين مني. فتقدر تحط اللي انت تبغاه لكن يعني لازم تكون صادق. طيب المقابلات بشكل عام كلها تكون بالعربي ولا بالانجلش؟ للامانه كثير مقابل معظمها بالانجلش. عادي يتكلموا معك انجلش عربي بس ما حتكون عربي بيور. يمكن مقابله واحده بالنسبه لي او اثنين من 8 كانت عربي عربي. طيب لكن صارت عربي بعد اسئله انجلش، يعني ما بدانا مقابله يقول يلا تكلم عن نفسك وابدا اتكلم معك بالعربي. وطبعا الموضوع ان شاء الله اسهل مما تتخيلوا من ناحيه اللغه. العفو الله يعافيك، نضيف شهادات دورات تدريبيه للبحث العلمي يس تحطها في الكورسات، بالعكس حلوه هذه. لو انت مثلا دخلت مدرسه بحثيه او اي حاجه تخص هذا ممكن تحطها في الكورسز. طيب الله يعافيك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا كلكم. الاشياء اللي تاخذها معك المقابله غالبا حيقولوا لك يعني هم ايش يحتاجوا المستشفى. غالبا كمان اول ما تنقبلوا في الماتش الاول حتتواصل معكم كل المستشفيات على ايميلاتكم ايش يحتاجوا منكم ترسلوا لهم ايميل ويحددوا موعد المقابله. يعني عادي يجيك مقابلتين في يوم واحد، عادي يجيك اسبوع بدون مقابلات. واضح؟ يعني احنا البي دي في جده العام الماضي اي ثينك انه المقابلات بدات 14 مارس، اي ثينك انه اول مقابله عندك كانت يوم 20 اتوقع اذا ما نسيت. يعني
وكان في عندي مقابلتين في نفس اليوم. ف يعني فاهم؟ فالأشياء اللي تاخذها معك هي الأشياء البيزك، وإذا طلبوا منك حاجة البيزك اللي هي أنت ايش تلبس، شهاداتك، هذه الحاجات يعني. يوس ميليو كنديان I think إنها تعتبر حاجة مميزة لو ضفتها. أيوه ممكن تعملنا سيشن عن مقابلاتكم لازم مقابل واحدة غالبا. يعني صراحة ما عندي خبرة كثير في المقابلات، ممكن أجاوبكم على انفراد يعني، يعني أي أحد ممكن يكلمني وأجاوبه أو أساعده بيها. ماني يعني ماني اكسبرت في الشيء هذا، ممكن أقول لكم إيش جاني وإيش ما جاني، بس على قدام شوية إن شاء الله احتجتوا ممكن أرتب لها. الله يعطيكم العافية. عدد المقابلات على حسب عدد السنوات اللي فيها التخصص اللي أنت مقدم عليه. يعني مثلا أنا قدمت بيديا في جدة، إحنا عندنا 8 مستشفيات في جدة فيها بيديا. بيديا مكة 3 مستشفيات. فحسب حسب عدد السناتر اللي موجودة. الكورسات المعتمدة لازم تكون في فترة دراسة الطب ولا عادي من قبل؟ لازم في الدراسة، لأنك أنت حتكون يعني أنت حتحط حاجات حق الطب، فما حتحط حاجات قديمة، فهمت؟ فلازم يكون وقت دراستك. هل لازم يكون عندي إلكتيف كثير بالتخصص اللي أبغاه؟ يعني لو أخذت واحد بس هل حيبان إني مو؟ لا مو شرط، الأفضل إنه يكون عندك. لو ما عندك أو حتى لو كان عندك واحد حيكون كويس. لو ما عندك عندك الامتياز، عندك المقابلة حيسألوك ليش، حيكون يعني حتحاول تجيب أجوبة لهذه الأسئلة. كثرة الإلكتيفات هي تعطيك strong interest، بس قلتها ما تعطيك يعني ما تنقص عليك. طيب عادي يكون السي في حقي أغلب السنوات 2020 وطالع. طبعا يعتمد، إذا أنت كنت 2020 والسنة هذه حتقدم، إذا كنت 2020 والسنة الجاية يعني أنت سادس الحين، يعتمد. لكن عموما انت ما حتقدر تغير حاجه فاتت. اتس اوكي انك انت يعني يكون عندك يعني انت تحاول تكمل اللي ناقصك حتى لو ما عندك الاستمراريه. ما حتقول اوه خلاص انا حوقف. طيب الاهم من اهم من الاستمراريه انه يكون السي في حقك كامل، كامل الحاجات الاساسيه. طيب عادي يكون طيب لما تكون الدورات اونلاين طبعا تضيفها. انا كثير من الحاجات اللي سويتها كانت اونلاين، بس زي ما قلت لك ما تكتب المكان، يعني ما تكتب اونلاين في جامعه ايا كان، ما تكتب وين تحتاج جوابك. لازم اخذ شهادات التطوع والاوراق المتعلقه بالابحاث، كل حاجه في السي في تاخذها معك. يعني انا كان معي ملف فيه كل الشهادات حقتي، كل الاوراق حقتي اللي كانوا ممكن حيطلبوها مني، وكمان ارسلت لهم هي ايميل لما طلبوها. تمام. وترى مو الكل حيطلبك شهادات، يعني يمكن مستشفى او مستشفيتين كانوا يقولوا لي ارسل لنا شهاداتك. فممكن ممكن تحط جزئية الريكومنديشن وعليها شهادات. طيب للأمانة أنا عندي دورات ما لها علاقة بالطب أحطها ولا وعليها شهادات، على حسب الدورات. يعني إذا كانت دورات في السيرة الذاتية، يعني تعرف دي هذه الحاجات اللي هي في ناس صراحة إيش كانت، لكن زي مثلا دورات الليدرشيب، دورات الريسيرش، هذه كلها ما لها علاقة بالطب بشكل مباشر لكن مفيدة لأي طبيب. كوميونيكيشن سكيلز، الحاجات هذه يس حلو إنك تحطها. طيب هحط لكم صورة الريكومنديشنز، هقفل الشات دحين، هحطها 3 4 ثواني، خذوا لها سكرين شوت. اللي يعني اللي عنده سؤال برضو ممكن يكلمني على تويتر، او دحين هرجع لكم كمان يعني لو احد سأل. طيب هذا جزئية الريكومنديشن، استنوا ننظف لكم هي، شكلها ما بتتنظف خلاص ما هي راضية. طيب هذه جزئية الـ references والـ recommendations كاملة. طيب عشان كمان لو واحد عنده أي سؤال، هذه courses و conferences، الحملات وكيف تنكتب، membership leadership presentations work experience و research، وهذه الصفحة الأولى السي في. طيب اي وقت تحتاجوا اي شيء ممكن تكلموني على تويتر، زي ما قلت لكم اي احد يحتاج يراجع السي في كمان ممكن يتواصل معي. تمام. مو طالع، معليش انا لما بخرج ما اعرف. طيب الحين حتطلع تويتر موجود في اخر صفحة. طيب من البداية، هذه الصفحة الأولى، الصفحة الثانية الاختصارات لا تنسوها مرة مهمة كيف تنكتب، الصفحة الثالثة، الصفحة الرابعة recommendations references، الصفحة الأخيرة، وآخر شيء هذا تويتري أهو،
اللي عنده أي سؤال، اللي يبغاني أراجع معاه أي سي في ممكن يكلمني أي وقت. لو تأخرت عليكم عشان الدوام وتعرف الكولات والتعب سامحوني، لكن إن شاء الله أي وقت ألاقي أي وقت فاضي حأكلمكم بإذن الله. وزي ما قلت لكم، منحنى التعلم مرة مفيد، وأنصحكم إنكم تتابعون في تويتر وتستفيدوا منه. طيب طيب نقفل الشارينج. أي أسئلة كمان؟ دورات السملي لا ما هي مهمة، ما أنصح إنك تحطيها، ما هي مهمة أبدا. و يعني هي مهمة از السملي، بس ما هي مهمة اللي أحد بيقدم على بروجرام ريزيدنسي. تمام، أي أسئلة كمان؟ أي أحد بيعرف أي شيء؟ الله يعافيكم، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا كلكم. سامحوني لو طولت عليكم أو قصرت في أي حاجة أو أي أغلاط. يلا بالتوفيق جميعا يا رب.